السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ النهاردة مع محاضرة مفاهيم ومبادئ دورة التغيير مع أستاذنا المهندس وليد البسيوني، وإن شاء الله حصل على البي جي ام بي والبي 3 او والبي ام بي والار ام بي والكي بي اي والاي بي ام جي والتي او تي والاس اس واي بي. طبعا ما اعرفش الاختصارات دي ايه، بس هي حاجات قوية جدا في إدارة المشاريع، وهو من المؤسسين لمجلة انا المعماري. يعني شرفت ان انا اتعاملت معاه فيها، وما شاء الله يعني لمست فكره الاداره بشكل قوي معاه. وهو دارس اداره المشاريع بالجامعه الامريكيه بالقاهره، وماجستير او ماستر اوف ساينس ان كونستراكشن بروجكت مانجمنت في جامعه الازهر. وان شاء الله محاضره موفقه يا استاذ. اتفضل يا استاذ سعيد. شكرا جزيلا مهندس عمر، انا برحب بحضراتكم جميعا، بشكر حضراتكم فرد فرد، وبشكر المهندس عمر سليم اخي وزميلي المهندس عمر سليم. طبعا احنا هنعرف بعض بقى اكتر من 10 سنين، وبشكره شكرا جزيلا على هذه المقدمه، يعني جزاك الله خيرا. وبشكر زملائنا في بي ام اريبيا وكل الزملاء المشاركين في هذا العمل. وطبعا انا كان ليا الشرف ان اكون من الناس اللي شاركت في اللبنه الاولى لبي ام اريبيا، فطبعا ده صرح كبير جدا وصرح عظيم، اتمنى لكم كل التوفيق. انا بعرفكم بنفسي سريعا، انا اخوكم المهندس وليد البسيوني. معلش انا سامحوني، انا بستخدم جهازين، جهاز للبرزنتيشن وجهاز للصوت والصوره، عشان خاطر عندي مشكله في الكاميرا. انا اخوكم المهندس وليد البسيوني، بشتغل حاليا استشاري في اداره المشاريع في از بي ام او ستيرنج كوميتي في احدى الشركات اللي بتشتغل في مجال اداره المشاريع. وكان من ضمن مشاركاتي وأعمالي خلال الفترة اللي فاتت هو المساهمة في تنفيذ بعض مبادرات التغيير، في تنفيذ مجموعة عن طريق تنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج داخل مجموعة من المؤسسات اللي بتشتغل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص. النهاردة إن شاء الله عايزين نتكلم في موضوع هو في غاية الأهمية، ومش عايز أقول هو حديث الساعة عشان ما بقاش ببالغ يعني، ولكن الـ change management أو الـ change بشكل عام فعلاً بقى يعني من أكتر المجالات اللي بيهتم بيها معظم العاملين في مجال إدارة المشاريع بشكل خاص. وبشكل عام معظم المجالات دلوقتي بقى تتعامل مع الـ change management كأسلوب أساسي من أساليب إدارة المشاريع. مش عايز أقول لحضرتك إن لو حضرتك project manager أو بتشتغل في مجال إدارة المشاريع بشكل عام أياً كان تخصصك، يؤسفني أقول لحضرتك إن الفترة الجاية لو ما عندكش أبسط مفاهيم إدارة التغيير هيبقى في مشكلة في استمرارك في الماركت اللي حضرتك بتشتغل فيه، أو في المنافسة بشكل عام على مستوى الشغل، يعني الشغل بتاعنا بشكل عام. عاوزين النهاردة إن شاء الله نسلط الضوء في زي ما قدام حضراتكم، هنسلط الضوء بشكل عام على مفاهيم إدارة التغيير ومبادئ إدارة التغيير. خلينا نبص سريعا كده على الاجنده بتاعت محاضره النهارده. انا مش عارف بس الصوت واضح مع حضراتكم ولا لا. الصوت واضح مع حضراتكم والصوره والبرزنتيشن كله تمام؟ طيب ممتاز، ممتاز جدا، ممتاز جدا. احنا النهارده في اجنده النهارده ان شاء الله زي ما عرضنا على حضراتكم في الايفنت، هنتكلم ان شاء الله في خمس محاور اساسيه. هنتكلم اول حاجه هنتعرف ايه هو التغيير، عايزين نعرف يعني ايه تشينج، ويعني ايه تشينج مانجمنت، وعايزين ناخد بعض الامثله على التغيير على مستوى الفرد، التغيير على مستوى المؤسسي، التغيير على مستوى الدول. في النقطه الثانيه ان شاء الله هناخد الموضوع بتاع التشينج على مستوى الانديفيدوال او على مستوى الافراد بشكل خاص، ونشوف ازاي الناس بتتعامل مع التشينج وطرق استجابه الاشخاص للتشينج بشكل عام. بعد كده هنتكلم على التشينج والموتيفيشن وعلاقه التحفيز بموضوع التشينج، وازاي احفز الناس للتعامل مع التشينج، وايه هي بعض التكنيكس اللي بتستخدم في موضوع تحفيز الاشخاص لتقبل التغيير. النقطه الرابعه وقبل الاخيره هي النقطه اللي فيها كلام يعني مخضرم جدا وصراحه كلام في غايه الاهميه، هو موضوع بعض نماذج التغيير على المستوى المؤسسي، وإن شاء الله هنتناول اثنين من أهم نماذج التغيير على مستوى التغير المؤسسي، ونشوف بيتم تطبيقهم إزاي مع ضرب بعض الأمثلة. وأخيرا هنشوف إيه هي بعض الاعتبارات والمبادئ اللي المفروض أنا كراجل شخص برعى
التغيير او تشينج ايجنت زي ما بيسموه، ايه هي الاعتبارات المفروض ان انا اخدها في حسباني في التعامل مع المعنيين او الستيك هولدرز عشان خاطر اقدر اخليهم مور انجيج مع التشينج سواء على مستوى الافراد او حتى على مستوى الاورجانيزيشن؟ معلش بس انا جنبي نويز شديد لان انا غرفتي على الشارع الرئيسي، لكن انا بعتذر لحضراتكم يعني. طيب خلينا مباشرة ندخل في أول حاجة هنشوفها النهاردة، هنتكلم عليها، عايزين نعرف إيه هو التغيير وماذا نعني بكلمة change وإيه هي الـ change management. إحنا ممكن نعتبر إن الـ change يا جماعة هو الانتقال من حالة ما إلى حالة أخرى في المستقبل. ممكن أقول عايز أنتقل من الـ as is، من الوضع الحالي، من الـ current situation إلى الـ to be اللي هو الوضع المأمول في المستقبل. أنا لما أنتقل من حالة ما إلى حالة أخرى في مدة زمنية معينة ده بيسمى change، يعني تغيير. فمثلا لو ضربنا مثال سريعا كده، لو اتكلمنا على التغيير على مستوى الفرد، لو أنا مثلا project manager وتم إسناد position جديد ليا، مثلا هبقى program manager مثلا على سبيل المثال، هبقى مدير برنامج، فانا محتاج ان انا عشان انتقل من البروجكت مانجر، البوزيشن بتاع البروجكت مانجر، الى البوزيشن بتاع البروجرام مانجر، ان انا احصل على مجموعه من الدورات، مجموعه من ورش العمل، ادخل امتحان مثلا زي امتحان البي جي ام بي اللي هو متخصص في اداره البرامج، اعمل ابجريدنج لنفسي يعني. فده في حد ذاته بيبقى اسمه تشينج، يعني تغيير على مستوى الفرد. الخطوات اللي أنا بمر بيها عشان خاطر أنفذ هذا التارجت بتاعي أو عشان خاطر أنفذ الـ 2B اللي هو اللي أنا الوضع المأمول اللي أنا بأمله في المستقبل، ده بيبقى اسمه change. أما لو عايز أعرف الفرق بين الـ change والـ transition، يعني إيه هو الفرق بين التغيير والتحول؟ حد من حضراتكم يقدر يقول لي الفرق بين الـ change والـ transition؟ حد مر عليه هذا المصطلح قبل كده؟ حد يعرف الفرق بين الـ change والـ transition؟ الفرق بين الـ change التغيير والتحول؟ طيب خلوني انا عشان وقت. اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. التشينج هو التغيير من شيء لشيء تاني خالص، اما الترانزيشن هو عمليه انتقاليه، نعم. جزء يعني اجزاء او ستيبس كده، باي ستيب باي ستيب لحاجه معينه. الله ينور عليك. ما تعرفناش بحضرتك بس الاول. مع حضرتك محمود معتز يا باشمهندس. انا اهلا وسهلا. 2020. اهلا وسهلا، ما شاء الله تبارك الله. 2020 ده لسه ما شاء الله فريش يعني، ما شاء الله تبارك الله. واجابه حضرتك فعلا ممتازه جدا، هو ده بالظبط الفرق بين التشينج وبين الترانزيشن. انا عشان خاطر انتقل على عشان خاطر انتقل من الاز از للتو بي، ده اسمه تشينج. لكن المراحل اللي في النص، اللي هي الخطوات اللي في النص او الاجراءات اللي في النص او البروسيس اللي انا هعملها ومراحل العمل اللي انا هنفذها عشان خاطر اوصل للتو بي، الانتقال من مرحله لمرحله ما، دي بتبقى اسمها ترانزيشن. هو ده الفرق بين التشينج والترانزيشن، وده فرق تقريبا معظم الناس للاسف مش عارفاه. وما شاء الله تبارك الله المهندس محمود جزاه الله خيرا، فعلا من الناس اللي جاوبت اجابه صح، رغم ان هو زي ما قال 2020، لكنه ما شاء الله تبارك الله من الناس، واضح ان هو من مخها حاضر وعلى اطلاع. طيب نخش في الموضوع بتاعنا تاني ونرجع لموضوعنا تاني. ايه هو التشينج مانجمنت؟ التشينج مانجمنت هي اداره كل المنظومه دي، هي اداره كل العمليات، كل البروسيسز، كل الخطوات اللي انا هستخدمها، كل التولز اند تكنيكس اللي انا هستعين بيها، كل الموديولز اللي انا هعملها، كل الخطط اللي انا هاسسها علشان خاطر انتقل من الاز از الى التو بي. دي بيسمى التشينج مانجمنت، اداره المنظومه الخاصه بالتشينج، إدارة كل ما يتعلق بالتغيير ومراحل التغيير والانتقال من مرحلة إلى مرحلة، دي بتسمى الـ change management. إحنا كده عرفنا إيه هو التغيير. التغيير هو الانتقال من مرحلة إلى مرحلة ما خلال مدة زمنية معينة، أو الانتقال من الـ as is إلى الـ to be. أما الـ change management هي إدارة المنظومة أو إدارة كل ما يتعلق بالتغيير. خلينا ننتقل إلى جزئية تانية، وهي جزئية إزاي بيتعامل الأفراد مع
مع للتغيير ونشوف التغيير على مستوى الفرد. من فضلكم بس يا ريت ما حدش يستخدم المايك الا الشخص اللي بيتكلم لو تكرمته بعد اذنكم، نعم بس للمشرف انا يعني. طيب خلينا كده نشوف ازاي الناس بتتعامل مع التغيير. وطبعا معظم الناس زي ما حضراتكم عارفين يعني معظمنا للاسف بيحب الكومفورت زون، ما بيحبش يتغير، ما بيحبش يتعامل مع اي شيء جديد، بيرفض اي حاجه لها علاقه بالتغيير. لكن اللي قدام حضراتكم دوت بيوضح لي ازاي الناس بتتقبل التغيير وبتتعامل ازاي مع التغيير اول ما بيتم البدء فيه. الكيرف اللي قدام حضراتكم ده اسمه التشينج كيرف، وهي اللي عمل هذا الكيرف هي باحثه وعالمه امريكيه وسويسريه تقريبا اسمها اليزابيث كوبلر. من خلال هذا الكيرف بتوصف لي المنحنى ازاي بيتعامل الناس مع التغيير بشكل عام. خلينا نبص، اول ما ببدا اعمل تشينج في الاورجانيزيشن او اول ما بحب اعمل تشينج على مستوى الافراد مثلا، على سبيل المثال لو انا عاوز اعمل تشينج لفرد ما، عاوز اخلي المدير دوت من مدير مشروع لمدير برنامج، عاوز اعمل ابجريد من جونيور انجينير الى مثلا سينيور انجينير، التشينج ده بيتم ازاي؟ التشينج ده يا جماعه اي شخص اول ما بتطلب منه ان هو يتغير، اول حاجه بتقول له عايزين نعمل تشينج في الامر الفلاني، عاوزين نطبق السيستم الجديد الفلاني، عاوزين نسيب الكاد سيستم ونشتغل في البيم سيستم، بما اننا يعني بنتكلم في بيم اريبيا والمهندس عمر استاذنا بالحاجات دي. لو انا عايز اعمل تشينج على مستوى الفرد، الغي الاوتوكاد وشغل الكاد سيستم بشكل عام وانتقل الى البيلدينج انفورميشن موديلنج او البيم سيستم. اول حاجه الشخص بيعملها ان هو بيرفض هذا الكلام وبيحصل له حاجه اسمها تشوك، يعني بيحصل له صدمة من هذا الخبر. ايه ده، معقولة هنشتغل هنسيب السيستم اللي احنا شغالين بيه بقالنا اكتر من 20 سنة ونشتغل سيستم جديد ولسه هنتعلم حاجة جديدة والكلام ده كله؟ لا يا عم، انا مش عايز اشتغل ولا عايز اشتغل بيم، انا عاجبني الاوتوكاد والاوتوكاد اوريدي بيوفر لي الخدمات اللي انا محتاجها والفانكشنز اللي انا محتاجها. اول خطوة بيحصل له تشوك، بيحصل له صدمة، انا مش مصدق هل فعلا هننتقل ونسيب الاوتوكاد اللي احنا بنشتغل بيه بقالنا اكتر من 10 15 20 سنه وهننتقل الى نوع تاني او سيستم تاني لسه هنتعلم فيه من اول جديد؟ دي اول مرحله. طبعا احنا هنا يا جماعه عفوا معلش، احنا هنا المنحنى ده بيبين لي العلاقه بين البرفورمانس على التايم، عشان بس نكون ايه متخيلين الوضع بالظبط بيبقى عامل ازاي. اول حاجه بيحصل لي تشوك، بيحصل لي صدمه من هذا الخبر، معاها بيرتفع، خدوا بالكم من المنحنى يا جماعه، في المرحلة الثانية بيرتفع البرفورمانس بتاع الشخص وبيرفض تماما التعامل مع هذا التشينج، بيقول لك لا انا مش هتغير ومش هنتقل الى السيستم الجديد، انا رافض تماما هذا الكلام. وبيحصل له حاجة اسمها دينيل، يعني بيحصل له نوع من انواع الاعتراض لهذا التشينج، وزي ما حضراتكم شايفين بيرتفع معاها البرفورمانس بتاعه عشان خاطر يثبت لك ان والله السيستم انت جايبه ده او اللي انت عاوز تعمله ده لا هيغير ولا هيزود البرفورمانس بتاعه ولا حاجه، ولا هو كويس ولا حاجه، بالعكس ده هيزود المشاكل اللي عندي، فبيرتفع معاها البرفورمانس. لما بيلاقي الاورجانيزيشن مصممه، لما بيلاقي الاورجانيزيشن مصممه على تنفيذ التشينج، بيغضب الشخص دوت وبيستمر بعد كده في مواصله عمليه الرفض ومقاومته للتغيير، ومعاها بتبدا ينخفض معدل الانتاجيه بتاعته. بنلاقي هنا بنلاحظ ان هنا الكيرف بدا ينحدر الى الاسفل، لان بينخفض معاها معدلات الانتاج بتاعه، لان هو لقى ان مفيش جدوى من موضوع الرفض. وبينتقل الى المرحله الرابعه بعد كده، وهي مرحله اللي بيكون فيها الجهه الراعيه للتشينج بتحاول قدر الامكان ان هي يعني تقدم يد المساعده لهذا الشخص عشان توصل له المعلومه او توصل له ايه هي الفوائد اللي هتعود عليه من هذا التشينج. ومعاها الشخص نفسه بينخفض وبتوصل معدلات الانتاج بتاعته الى المرحله الخامسه، اللي بيكون خلاص الراجل وصل الى مرحله الاحباط، ما بقاش عنده اي نوع من انواع الانتاجيه، الانتاجيه بتاعته انخفضت جدا، حصل له نوع من انواع الارتباك الشديد، بيبقى محتاج تدخل من قبل الاداره ان هي تقومه وفعلا تدي له تريننج وتعرفه ايه هي البينفيتس او المنافع اللي هتعود عليه من هذا التشينج. اللي بعدها مباشره في المرحله السادسه،
لهذا الشخص بعد ما كان شخص ريزيستنت او يعني مقاوم لهذا التغيير، بيبدا معاها فعلا يحس بالمنافع اللي ممكن تعود عليه من هذا التشينج، وبعديها مباشره بيبدا يطلع للبرفورمانس بتاعه، بيبدا البرفورمانس بتاعه يزداد ويتقدم، وبيتحول من شخص كان رافض للتغيير في بداية الأمر إلى شخص في النهاية بيحل المشاكل وبيعمل مبادرات للتغيير. وهو نفسه بعد ما كان شخص رافض لهذا التغيير ده، هو بيتولى الموضوع وبيبقى راعي لهذا التغيير، وبيبدأ يحسن منه وبيبدأ يحسن من البروسيسز وبيبدأ يحل المشاكل اللي بيتعرض لها هو وفريق عمله. وبكده بيبقى أنا عرفت إزاي الأشخاص أو الأفراد بيتعاملوا مع أي تشينج. في مقولة شهيرة جدا يا جماعة علماء التغيير بيقولوها، بيقولوا إن التشينج start with learning، يعني التغيير بيبدأ من التعلم. أستاذ حاكم بس اللي بيكتب حاجة على الشات، يا ريت إن لو في أي سؤال أو أي استفسار أو أي أسئلة إن شاء الله نأجلها في نهاية الكورس بإذن الله، أو عفوا في نهاية المحاضرة إن شاء الله. طيب في ناس كاتبة الصوت مش شغال يا جماعة، حد عنده مشكلة في الصوت؟ مهندس عمر الصوت فيه مشكلة؟ لا صوت كويس، صوت كويس يا باشمهندس. طيب ماشي ماشي أوكي، يبقى اللي عنده مشكلة يا جماعة يبقى المشكلة من عنده هو. أوكي نرجع لموضوعنا تاني. في مقولة زي ما قلت لحضراتكم بتقول إن التشينج بيبدأ من التعلم. يعني إيه التشينج بيبدأ من التعلم؟ لك أن تتخيل لو أنا دخلت أورجانيزيشن جديدة أو شركة جديدة وعايز أعمل أي مبادرة من مبادرات التغيير، زي مثلا زي خلينا دايما نضرب المثال بتاع الكاد سيستم والبيم سيستم عشان هو الأقرب، يعني بما أننا معظمنا مهندسين وهنتفاهم هذا الموضوع. وطبعا أنا كان ليا الشرف أن أنا توليت قيادة مبادرة من مبادرات التغيير أو التحول في موضوع الانتقال من الشغل الكاد إلى شغل البيم سيستم في إحدى المؤسسات اللي أنا اشتغلت فيها. والحقيقة عشان خاطر أي حد يطبق أي مبادرة من مبادرات التغيير بشكل صحيح لازم يبدأ من عملية الليرنينج، زي ما بنقول التشينج ستارتس وذ ليرنينج، التعليم بيبدأ، عفوا التشينج بيبدأ من التعليم. يعني إيه التشينج بيبدأ من التعليم؟ يعني سي أنا عايز زي ما قلت لحضراتكم عايز أطبق نظام البيم في الشركة بتاعتي، ما ينفعش من دي وان أدخل الناس أشيل السوفت وير اللي موجود على الأجهزة بتاعتهم اللي هم كانوا شغالين عليه القديم وأحط لهم السوفت وير الجديد وأقول لهم خلاص اعملوا شوت داون للأوتوكاد وابدأوا اشتغلوا على برنامج الريفت أو على برنامج الأركاد أو واتيفر السيستم اللي هم عاوزين يطبقوا من خلاله البيم سيستم. أنا كده يعني غلطان غلط شديد. لازم عشان أعمل أي تشينج في أي أورجانيزيشن لازم أبدأ من عملية الليرنينج. أبدأ إزاي أعلم هؤلاء الناس يطبقوا النظام الجديد؟ لازم نفهمهم إيه المنافع والبينيفيتس اللي هتعود عليهم من تطبيق واستخدام هذا النظام الجديد، أخذهم step by step من الفرد ثم الفريق ثم الأورجانيزيشن. يعني أنا لو فعلا اهتميت اهتمام شديد بتنمية مهارات الفرد وتنمية البيهيفير بتاع هذا الفرد وتنمية النوليدج والسكيلز عند هذا الشخص بشكل عام، بلا شك هذا الفرد مع فرد تاني مع فرد تالت هيكونوا فريق. فأنا كده دعمت الفرد عشان يتغير ويبدأ يشتغل السيستم الجديد، وفرد مع فرد كونوا لي فريق فأنا كده قومت الفريق إن هو يطبق سيستم جديد أو نظام جديد، وبلا شك فريق مع فريق مع فريق يبقى أنا قدرت أعمل تشينج على مستوى الأورجانيزيشن بشكل عام. عمري ما أدخل نظام جديد أو سيستم جديد على أي شركة وأبدأ من فوق لتحت، لازم أبدأ من تحت لفوق، لازم أستلم أصغر موظف موجود في الأورجانيزيشن أو أصغر ستيك هولدر زي ما بيسموه، شخص مؤثر أو بيتأثر بالأورجانيزيشن من تحت، وأبدأ أقوم هذا الشخص، أبدأ أعلم هذا الشخص، أبدأ أطور من مهارات هذا الشخص، أعزز من البيهيفير بتاعه من النولج بتاعه، لأن الشخص هيأثر في الفريق والفريق مع فريق آخر هيأثر بلا شك في الأورجانيزيشن. عاوز أبص مع حضراتكم على النموذج اللي قدام حضراتكم ده، اسمه Constituent Competencies Learning Model، وده موديل شهير جدا في يعني ازاي البني ادم بيتعلم سكيلز جديده او 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 مع
او مهاره جديده، ازاي البني ادم بيتعامل مع المهارات الجديده اللي هو بيتعلمها. مثلا لو قلنا خدنا مثال على شخص مثلا عاوز يشتغل في البلاننج، واحد عاوز يشتغل في البلاننج، دي ناس كتير جدا بتكلمني بشكل تقريبا شبه يومي، انا عايز اعمل شيفت كارير واشتغل في مجال البلاننج. طيب باجي اسال هذا الشخص اول سؤال، حضرتك انت عاوز تشتغل في البلاننج، بتعرف تشتغل بريمافيرا؟ اول سؤال بساله، انت حضرتك بتعرف تشتغل بريمافيرا؟ يقول لي اوه ده انا بطل العالم في البريمافيرا، ده انا يعني بص ما فيش حد احسن مني في البريمافيرا. هو الشخص بيعتبر نفسه عارف، بيعتبر نفسه عارف. فدي الحاله دي بنسميها ان كونسيكونس ان كومبتنسز، يعني بيسموها بالعربي هو ما عندوش وعي بانه لا يعي، يعني لا يعي انه لا يعي، هو مش عارف انه مش عارف. هيقول لك طب يا عم انت عرفت منين ان انا ما بعرفش بريمافيرا؟ مش يمكن لو اشتغلت على البريمافيرا هتلاقيني بعرف؟ دي اول خطوه، الشخص لا يعي انه لا يعي، تمام كده، دي الخطوه الاولانيه. طيب اول ما بيبدا يشتغل على البريمافيرا، تعالى بقى وريني شغلك، عايز اشوف انت بتعرف ولا ما بتعرفش، هتعرف تنتج ولا ما بتعرفش تنتج. الراجل بيبدا يجرب، يبدا يشتغل على برنامج البريمافيرا، وبيكتشف انه ما بيعرفش يشتغل البريمافيرا. دي المرحله رقم 2 اللي هي مرحله الكونسيكونس كومبتنسز، يعني بيعي انه لا يعي، خلاص عرف ان انا ما بعرفش بريمافيرا، اتاكد انه ما بيعرفش بريمافيرا، وهو كده وصل للمرحله رقم 2 ان هو متاكد او انه يعي انه لا يعي او لا يعرف استخدام برنامج البريمافيرا. طيب بننتقل للمرحله رقم 3 اللي هي المرحله اللي بيبدا الراجل بقى خلاص هو اتاكد وعرف وتيقن انه ما بيعرفش بريمافيرا، ولا محيص او لا مفر انه لازما يشتغل ويتدرب وياخد دورات وياخد كورسات عشان خاطر يعرف ويتاكد انه يعي. فهيبدا ياخد دورات، ياخد كورسات، ويتعلم كورسات على الانترنت، ياخد دورات في اي مراكز تدريب، يبدا يمارس بنفسه، فبيوصل لمرحله بيسميها consequence competences، يعني بيعي انه يعي، خلاص وصل لمرحله ان هو متاكد بالتدريب وبالتعليم وبالممارسه انه فعلا هيبدا يشتغل، وفعلا اشتغل وجرب بايديه مره اثنين وثلاثه لحد ما وصل لمرحله الوعي انه يعي انه على علم جيد، وان هو فعلا الراجل ده متفاهم كويس جدا التول او السكيل الجديده اللي عاوز يتعلمها. لحد فهم نهاية المطاف بيوصل للمرحلة رقم 4، الراجل ده خلاص بقى ماستر، بقى راجل يعني برنس مجاله زي ما بيقولوا، بقى يعرف كل حاجة في المجال بتاعه، لحد ما بيوصل لمرحلة ان هو نفسه ما بيبقاش عنده يعني الوعي الكافي ان هو بقى راجل يعني خطير في مجاله وما عادش اي حد يضاهيه. طبعا انا بميز يعني بشبه المرحلة الرابعة دي باخونا واستاذنا الكبير المهندس عمر سليم، راجل تبارك الله عليه وصل لمرحله في التدريب وفي النوليدج وفي الاكسبيرينس ما شاء الله تبارك الله، حاجه يعني فوق الخيال فوق الوصف. انا شخصيا يعني رغم ان انا مش متخصص في مجال المهندس عمر، انا بشتغل في فيلد مختلف تماما، ولكن احنا الاثنين معماريين زي بعض، والمهندس عمر من الناس اللي انا فعلا بحترمه على المستوى الشخصي وصديق واخ عزيز. واي شخص بيحاول يدخل مجال البيلدينج انفورميشن موديلنج مباشره بقول له بدون ما تفكر ابحث عن عمر سليم، طبعا مع حفظ الالقاب، وراجل ما بيتاخرش عن حد، وراجل بيعمل حاجات في سبيل الله كتير جدا. اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعل هذا العمل في ميزان حسناته، وهو ده يعني افضل مراحل او افضل مراحل اللي بيمر بها الانسان عشان يتعلم مرحله جديده او حاجه جديده، اللي هي المرحله اللي بيبدا يوصل فيها الى مرحله الان كونسيكونس كومبتنسز، اللي هي مرحله عدم الوعي بانه فعلا بقى بيرفكت وبقى ما فيش حد زيه في الدنيا في المجال اللي هو بيتكلم فيه. انا دلوقتي لو عايز احفز الناس ان هي تبقى تعرف يعني ايه تشينج، انا عايز الناس تبدا تاخد التشينج ده على عاتقها وتبدا فعلا تتحفز لتنفيذ التشينج، ومش عاوز الموضوع يبقى يعني ملعبك بالنسبه لهم. الحقيقه علماء التشينج يا جماعه عندهم نظرات كتيره جدا ويعني تولز كتيره جدا بتستخدم في موضوع الموتيفيشن. موضوع الموتيفيشن ده موضوع مهم جدا، انا لازم احفز فعلا الناس عشان خاطر
يبداوا يتقبلوا التشينج وياخدوه بمحمل الجديه. معظم الناس يا جماعه ما بتحبش التشينج ليه؟ لان في حاجه اسمها ليرنينج انزايتي. ليرنينج انزايتي يعني القلق من التعلم. يعني ايه القلق من التعلم؟ انا قلت لحضراتكم قبل شويه ان اي تشينج ناجح في الدنيا بيبدا بمرحله التعليم. يعني انا مثلا لو عايز اطبق نظام البيلدينج انفورميشن موديلنج في الشركه بتاعتي والغي نظام الكاد ادنج ديزاين، فمحتاج ان انا اعمل تريننج، محتاج اعمل كوتشنج، محتاج اقوم الناس اللي موجودين عندي. فاجي اقول لي مثلا على سبيل المثال واحد من ضمن الناس اللي هي بتشتغل في الشركه عندي واللي المفروض هيتعامل مع السيستم الجديد، راجل مثلا مدير مشروع عنده مثلا 20 سنه 30 سنه خبره، هنقول له يا عم الحاج عايزين ندي لك دوره جديده في استخدام ريفت مثلا، او عايزين نطبق البيلدنج انفورميشن موديلنج في الشركه عندنا، او عايزين ندي لك شهاده البي ام بي، او عايزين ندي لك اي نظام تعليمي هيعمل جريدنج ابجريدنج لهذا الشخص، او نقول ايه جرو اب لهذا الشخص والانتقال من مرحله الى مرحله ما. اول حاجه يقول لك يا عم انت بتكلم واحد عنده 20 30 سنه خبره، هو بعد ما شاب ودوه الكتاب، الكلمه اللي احنا دايما عندنا في مصر بنقولها بعد ما شاب ودوه الكتاب، فبيبقى عنده حاجه اسمها ليرنينج انزايتي، يعني عنده قلق من التعليم. هو مش عاوز يتغير، مش عشان هو ما بيحبش التغيير، لا بالعكس، في ناس بتحب التغيير كتير، لكن هو عنده نوع من انواع القلق من التعلم، عنده رهبه كده. معقول انا هبدا ارجع اذاكر من اول وجديد، وابدا اخش محاضرات من اول وجديد، وعايز نسهر من اول وجديد؟ القصه دي كلها مش كل الناس بتتقبلها. طيب انا لو عايز اكسر هذا الحاجز النفسي لهذا الشخص واخليه يتقبل التشينج، وابدا اعمل له عمليه موتيفيشن او تحفيز لتقبل التشينج، رغم انها نظريه انا شخصيا كوليد يعني لا افضلها وانا ما بستخدمهاش الحقيقه، ولكن معظم الناس اللي شغالين في التشينج مانجمنت على مستوى الاورجانيزيشن للاسف الشديد بيستخدموا هذا المبدا اللي هو اسمه سيرفايفل انزايتي، يعني القلق من البقاء. القلق من البقاء هو نوع من انواع الفورسنج يا جماعه، نوع من انواع الفورسنج او نوع من انواع الضغط. الناس بتستخدم الفورسنج او الضغط على الاشخاص الغير متقبلين للتشينج داخل الاورجانيزيشن، وتحسسه انه هو لن يتم الابقاء عليه داخل الاورجانيزيشن طالما لم يلتزم بالتشينج الجديد الموجود عندي. بمعنى انا عندي ستاف من الناس موجود 10 افراد مثلا، قلنا هنشتغل سيستم جديد، خمسه من هؤلاء الاشخاص تقبلوا الوضع وبدا ياخدوا التريننج وبدا يخشوا في الموضوع ستيب باي ستيب، وخمسه التانيين رفضوا تماما، قال لك يا عم احنا في غنى عن السيستم الجديد ده، وزي ما قلنا في المنحنى اللي احنا شرحناه قبل شويه حصل له تشوك وبدا يعمل رفض لموضوع التشينج وعدم تقبل شكلا وموضوعا لهذا التشينج. فببدا اديله شعور بعدم البقاء، سيرفايفر انسايتي، يعني قلق من البقاء. ببدا اضغط على هذا الشخص او هؤلاء الاشخاص اللي هم رافضين لمبدا التعليم ان هم يبداوا ياخدوا السكيلز الجديده والتولز الجديده ويتعلموا حاجه جديده، واقول لهم للاسف انا يؤسفني اقول لحضرتك ان انا يعني هبقى خسران انا كصاحب الشركه لو ابقيت عليك جوه الشركه بتاعتي طالما انت مش عاوز تمشي مع التشينج الجديد. انا مش هقدر انتظر وانا في القرن الواحد وعشرين في سنه 2020 لسه الناس لحد النهارده مثلا بتشتغل بالاكسل، لا انا عايز اشتغل بي ار بي سيستم متقدم شويه. مش معقول انا في سنه 2020 ولسه الناس بتشتغل كاد واكس تي ار اف والحاجات اللي احنا بنسمعها دي. طبعا احنا عايزين ننتقل لستيب تانية، نخش بقى عالم البيم وعالم الفور دي والفايف دي والسكس دي والسيفن دي وهكذا، عايزين نتطور. فهقول له شفني اقول لحضرتك ان انت لو ما التزمتش معايا جوه الاورجنايزيشن وفعلا بدات تتعلم وبدات تدخل في المود معانا وبدات تتقبل هذا التشينج اللي احنا عايزين نعمله في الاورجنايزيشن، يؤسفني اقول لك ان انت لو ما عملتش كده انا مش هبقى عليك داخل اورجانيزيشن. فانا بكسر الحاجز النفسي بتاع الليرنينج انزايتي اللي هو القلق من التعليم، بكسره بحاجه اسمها السيرفايفل انزايتي، يعني القلق من البقاء. بضغط على الناس وبقول لهم لو ما التزمتش، لو ما مشيتش معايا على السكه بتاعتي، لو ما مشيتش في التشينج اللي انا بعمله داخل اورجانيزيشن، للاسف هقول لك انت ما تلزمنيش وتفضل مع السلامه. دي احدى النظريات اللي بتستخدم او احدى الطرق اللي بتستخدم في عمليه الموتيفيشن بشكل عام
داخل الاورجنايزيشن عشان خاطر اجبر بعض الناس للالتزام واحفز بعض البعض الاخر على موضوع تقبل التشينج. طيب انا دلوقتي عايز اكلم حضراتكم على النقطه رقم 3 في السيشن بتاعنا النهارده، هو موضوع المودلز اوف اورجانيزيشنال تشينج. ايه هي النماذج او نماذج التحول المؤسسي، بيسموها نماذج التحول المؤسسي، اللي هي النماذج اللي بتؤخذ على موضوع اللي بستخدمها عشان خاطر ابدا اغير في الاورجانيزيشن. كل الكلام اللي انا كنت بتكلم فيه من شويه ده كان تغيير على مستوى على مستوى الفرد. انا لو عايز اغير بقى واعمل تشينج على مستوى اورجانيزيشن كبيره او على مستوى دوله مثلا، وزاره او حاجه كبيره يعني فيها ستاف كبير وعدد كبير من الناس، فهبص دلوقتي علشان خاطر ناخد قبل ما ناخد اي حاجه ليها علاقه بالتشينج على مستوى الاورجانيزيشن. لو انا من دي 1 دخلت الاورجانيزيشن وطلبوا مني ان انا امسك او اتولى مبادرة جديدة من مبادرات التغيير، أول حاجة أنت لازم حضرتك تعرفها علشان خاطر تقدر تنفذ أي نوع من أنواع التشينج داخل الأورجانيزيشن، سواء على مستوى الفرد أو حتى على مستوى أكبر من مستوى الأفراد. لازم تفهم الأورجانيزيشنال كالتشر، يعني تفهم الثقافة أو المايند سيت، طريقة تفكير الأورجانيزيشن اللي أنت بتشتغل فيه. والحقيقه الجماعه بتوع التشينج دول يا جماعه يعني ما شاء الله عليهم، يعني مبدعين جدا في اختيار الامثله. بيقول لك ان الاورجانيزيشنال كالتشر او ثقافه الاورجانيزيشن عامله زي الجبل الجليدي. الجبل الجليدي، الجبل الجليدي يا جماعه زي ما حضراتكم عارفين ليه ثلاث مستويات. اول مستوى هو المستوى اللي هو بيبقى ظاهر باللون الابيض قدام حضراتكم دوت بيسموه القشره او الطبقه الاولانيه او الغلاف. ده الجزء الظاهر للناس، دوت بيمثلوه او بيشبهوا الاورجنايزيشن في الحته دي بمثلا زي موضوع اليونيفورم، الاشكال والالوان اللي بيستخدمها الاورجنايزيشن، اللوجو بتاع الاورجنايزيشن، البراند بتاع الاورجنايزيشن. ده الشكل الظاهر للناس او للناس كلها. اي حد يشوف مثلا شركه اكس اول ما يشوف الالوان الفلانيه يقول لك اه ده فعلا شركه اكس، اول ما يشوف اللوجو بتاع بيم اريبيا ايوه فعلا ده اللوجو ده بتاع بيم اريبيا اللي ماسكها عمر سليم. فدي بيسموها الليفل الاولاني اللي هي الفيزيبل ارتفكتس اند برودكتس، اللي هي المظهر الخارجي للاورجانيزيشن. دي اول حاجه المفروض انت حضرتك تكون عارفها. انت حضرتك لازم تعرف ثلاث مستويات. المستوى الاول اللي هو المظهر الخارجي للاورجانيزيشن اللي انا قلت زي حضراتكم متمثله في شكل اللوجو بتاع الاورجانيزيشن، طبيعه اللبس او اليونيفورم اللي الناس بتلبسه وهكذا. المستوى الثاني وهم بيشبهوه بالمستوى الاعمق شويه في الجبل الجليدي، وهي بتبقى عباره عن بيسموها النورمز اند فاليوز، القيم والمبادئ والبوليسيز والبروسيجرز اللي بتتبعها الشركه والحاجات اللي الشركه نفسها بتحطها كاجراءات للسيطره على العمل وممارسه العمل داخل الاورجانيزيشن. ودي تاني حاجه انت حضرتك لازم تفهمها في الكالتشر بتاع الاورجانيزيشن عشان تبدا تعمل تشينج بشكل صحيح. اما الليفل الثالث وهو بيسموه الديبست، يعني الليفل الاعمق في الاورجانيزيشن كالتشر، اللي هو المستوى الثالث، وده بيسموها البيزك اسامبشنز، يعني الثوابت او القواعد الثابته الحاكمه عند الشركه، زي الحاجات الصح والحاجات الغلط. يعني ممنوع تشرب مثلا سجاير او تشرب دخان مثلا في مكان العمل. في حاجات كده بتبقى ثوابت ومعتقدات مثبته في الاورجانيزيشن لا يمكن تجاوزها او لا يمكن تخطيها. فانت حضرتك عشان تبدا تعمل تشينج على مستوى الاورجانيزيشن باستخدام النماذج اللي هنقولها بعد شويه، لازم قبل ما تعمل اي حاجه تفهم الثلاث حاجات دول. تفهم المظهر الخارجي او الاطار العام بتاع الاورجنايزيشن، يحبوا ايه، الوانهم ايه، طبيعه العمل بتاعتهم عامله ازاي، ايه المستوى الثاني ان انت تعرف البوليسيز والبروسيجر بتاعتهم، الكالتشر بتاع الاورجنايزيشن في تحديد الفاليوز والقيم والبوليسيز والبروسيجرز اللي بيستخدموها، والاسامبشنز او الفرضيات اللي هم فرضوها. بعد ما عرفت الثلاث مراحل
دول او الثلاث مستويات من فهم الكالتشر بتاع الاورجنايزيشن، هقول لك دلوقتي او هتناول دلوقتي اثنين من اشهر النماذج المستخدمه في اداره التغيير على المستوى المؤسسي او على مستوى الاورجنايزيشن. لو انا عاوز اعمل تشينج على مستوى اورجنايزيشن كبيره، على مستوى وزاره، على مستوى مصلحه حكوميه، عندنا نموذجين. النموذج الاول اسمه لوين، وهو احدى علماء يعني الغربيين، وهو نموذج مكون من 3 مراحل. والنموذج الثاني هو نموذج جون كوتر او دكتور جون كوتر، وهو نموذج مكون من 8 مراحل. انا هبص الاول على النموذج اللي هو نموذج لوين، اللي هو بيكون من 3 مراحل على مستوى، لو انا عايز اعمل اطبق تغيير او تشينج على المستوى المؤسسي وعاوز استخدم نموذج لوين. الاخ لوين ده بيقول لك ان التشينج يا جماعه بيمر، لو انا عايز اعمل تشينج على مستوى الاورجنايزيشن همر ب3 مراحل رئيسيه. المرحله الاولى اللي هي مرحله الانفريز، اللي هي مرحله كسر الجمود او مرحله الاذابه. لو افترضنا مثلا ان انا عندي في الشركه عاوز اطبق مثلا نظام وليكن التوتال كواليتي مانجمنت، اداره الجوده الشامله او اداره الجوده العامه، او عايز اقصد احصل مثلا على الايزو مثلا، عايز اطبق نظام الايزو عنده في الشركه، عاوز اعمل اي نظام جديد او اي سيستم جديد داخل الاورجنايزيشن. فنقل المرحله الاولى اللي بيستخدمها لون هي في النموذج بتاعنا، هي مرحله الانفريزنج، اللي هي مرحله كسر الجمود. ببدا اكسر الجمود باستخدام السيستم القديم وابدا احول الناس عشان يتقبلوا سيستم جديد. اول حاجه بعملها ان انا بعمل ديفايند للكرنت سيتويشن، بحدد الوضع الحالي بتاع الاورجنايزيشن بتاعي. انا عايز اعمل توتال كواليتي مانجمنت مثلا في الشركه عندي، هل الناس اللي موجوده عندي كرنت سيتويشن الوضع الحالي فعلا الناس دي مؤهله ان هي تتحول من النظام الحالي للنظام الجديد، ان هي تطبق التوتال كواليتي مانجمنت او تطبق الايزو او تطبق اي نظام جديد اللي انا عايز اعمله؟ دي اول خطوه. طيب بعد ما عملت ديفاين للكرنت سيتويشن ببدا احط مرحله ثانيه، وهي مرحله فرعيه من مرحله الانفريزنج بالمناسبه، عشان بس ايه نبقى مركزين، احنا مرحله الانفريزنج لسه في اول مرحله، هي مرحله كسر الجمود، ودي زي ما حضراتكم شايفين بتعتبر اطول مرحله التشينج اونر او التشينج ايجنتس او راعي التغيير بياخدها، بياخد فيها وقت يعني بياخد فيها مجهود، هي مرحله الانفريزنج. في مرحله الانفريزنج اول حاجه بعملها بحدد كرنت سيتويشن، بحدد وضع الحالي عامل ازاي. بعد كده بعد ما حددت الوضع الحالي ببدا اعمل فيجن. فيجن يعني الديزاير للاند ستيت، يعني بوصف الحاله المستقبليه اللي انا عايز اوصل لها. يا جماعه الخير انا عايز اعمل نظام اسمه توتال كواليتي مانجمنت، يعني نظام الجوده الشامله. النظام ده يا جماعه هينقلنا نقله نوعيه من شغلنا على مستوى الماركت مثلا في جمهوريه مصر العربيه، ده انا هبدا اشتغل هيبقى ليا ماركت مثلا على مستوى دول الخليج، على مستوى شمال افريقيا مثلا يعني. فبحط فيجن، بحط رؤيه مستقبليه للوضع اللي انا عاوز اوصله في المستقبل عشان خاطر اطبق هذا التشينج. بعد كده بنتقل الى المرحله الفرعيه رقم 3 من مراحل الانفريزنج، واللي هي الايدنتيفاي ذا فورس that will help drive and resist change. ببدأ أشوف إيه هي محفزات هذا التغيير. يعني إيه بقى محفزات هذا التغيير؟ ونقطة ومن أول السطر. يعني أنا أي شركة في الدنيا يا جماعة مش كل الموظفين بتوعها change resistance، ومش كل العوامل اللي فيها وكل الإدارات اللي فيها عندها مشاكل. أكيد عندي مقاومات، عندي حاجات كويسة في الشركة، عندي بيسموها strengths والويكنسز، نقاط القوة ونقاط الضعف. لازم نمسك نقاط القوة بتاعت الشركة بتاعتي وابدأ اشتغل عليها، لان نقاط القوة دي هي اللي هتعزز من التشينج والسموسنج بتاع التشينج او سلاسة احداث التغيير بشكل عام داخل الاورجانيزيشن. وكمان اشوف نقط الضعف، عشان مش معقول نقط الضعف دي اعملها، لا طبعا بشوف نقط القوة بعزز منها لانها هتعزز من تغيير بتاعي بشكل جيد وهتنقل عندي الاورجنايزيشن فعلا نقله نوعيه. والحاجه الثانيه اشوف ايه هي نقاط الضعف او الويكنسز عشان خاطر اعالج هذه النقاط، عشان خاطر النقاط دي بلا شك هتعوق من عمليه التشينج في حد ذاته. بعد ما خلصت الـ3 مراحل الفرعيه دول اللي هم المراحل الفرعيه من مرحله الانفريز،
اخش في المرحله رقم اتنين اللي هي مرحله التشينج نفسه. ببدا بقى انفذ التشينج، لان خلاص هيأت الناس، حددت فين نقاط القوه والضعف، حطيت فيجن للتشينج اللي هنوصل له في النهايه، وحددت الكرنت سيتويشن بتاعي، وقدرت افهم بالظبط وضع الحالي عامل ازاي، فببدا انفذ التشينج نفسه. اول ما بنفذ التشينج نفسه وبنتهي من عمليه التشينج، وتبدا تطلع عندي بوليسيز وبروسيجرز، والناس تبدا تشتغل على التشينج الجديد، ببدا اعمل ريفريزنج لهذا التشينج، يعني اجمد او اعيد تجميد هذا التشينج عشان خاطر ما يتمش تغيير، وتبدا الناس تستجيب لي، واعمل حاجه اسمها السستينابيلتي او الاستدامه، ببدا اخلي الناس تستديم على هذا التشينج الجديد او على هذا النظام الجديد اللي انا انشاته داخل الاورجانيزيشن. النموذج الثاني، وهو انا شخصيا يعني نموذج بحبه جدا ومن النماذج اللي انا شخصيا بشتغل بيها على المستوى الشخصي في شغلي فيما يتعلق بالتشينج مانجمنت وتطبيق وممارسه مبادرات التغيير وتنفيذ مبادرات التغيير، وهو النموذج بيسمى نموذج جون كوتر او دكتور جون كوتر. هو طبعا استاذ ودكتور وباحث في مجال التشينج، وهذا النموذج بيكون من 8 مراحل او 8 خطوات، وهما 3 مراحل اساسيه، يعني هما 3 مراحل اساسيه، ستيج 1 ستيج 2 وستيج 3، وكل مرحله من هذه المراحل بتكون من مجموعه خطوات بسيطه. الحاج جون كوتر ده يا جماعه هو زي ما قلت حقكم عالم من علماء التشينج، بيقول لك انت عشان تعمل تغيير، عشان خاطر تحدث تغيير على المستوى المؤسسي، لازم كخطوه اولى انك تخلق نوع من انواع الارجنسي، تخلق نوع من انواع الحاجه الملحه للتغيير. يا جماعه احنا لو ما التزمناش بالسيستم الجديد ده احنا نطلع من الماركت، لو ما طبقناش نظام التوتال كواليتي مانجمنت في الاورجانيزيشن مش هناخد الايزو، لو ما اشتغلناش بالبيم وسيبنا شغل الكاد احنا مش هيبقى لينا تواجد في السوق. فانا هنا بخلق نوع من انواع الارجنسي، يعني بخلق نوع من انواع الحاجه الملحه الى احداث التغيير، ودي اول خطوه جون كوتر قالها عشان خاطر احدث تغيير على مستوى الاورجنايزيشن، ان انا اخلق نوع من انواع الحاجه الملحه لصناعه التغيير. بعد ما عمل كده ببدا بعد كده، بعد ما انشات شعور الملح باحداث التغيير، ببدا في الخطوه رقم 2 ان انا ببني الفريق بتاعي، بشوف ايه هو الفريق المعاون اللي هيشتغل معايا داخل اورجانيزيشن في هذا الموضوع، وببدا اكون الناس اللي هتشتغل معايا. طبعا هكون الناس من الناس اللي اوريدي موافقه على التشينج، يعني طبعا في البدايه كده في ناس اول ما تقول لها تشينج تقول لك ويلكم، اي لاف تشينج، اي لايك تشينج، خدني معاك. زي المهندس ايمن سيف الدين، ما اعرفش هو موجود معانا ولا لا، هو زميلي في العمل وراجل من اكتر الناس اللي بتحب تشينج على مستوى الاورجانيزيشن، طالما التشينج ده حاجات كويسه، اول ما تقول له عايزين ننتقل من حاجه لحاجه والراجل بيستشعر مباشره ان الحاجه دي حاجه كويسه، مباشره يقول لك انا معاك. فانا دايما لما باجي اعمل فريق لقياده التشينج داخل الاورجانيزيشن، اول حاجه بشوف الناس اللي هي اوريدي حابه تخش في التشينج، مش هروح اجيب الناس ريزيستنس وابدا ادخلهم معايا. فدي الخطوه رقم 2. الخطوه رقم 3 ببدا احط فيجن، ببدا احط رؤيه، ببدا احط استراتيجيه للعمل، ببدا احط خطه انا هشتغل ازاي. انا دلوقتي عملت خلق حاجه ملحه لاحداث تغيير، خلاص الناس بقت عندها يقين جوه الاورجانيزيشن ان احنا لو ما التزمناش بهذا التشينج هنطلع من الماركت، مش هيبقى لينا وجود في السوق. وبعد كده عملت الفريق بتاعي، الخطوه رقم 3 ان انا احط فيجن، ابدا احط رؤيه، ابدا احط خطه، انا همشي ازاي، هشتغل ازاي، هتعامل مع الناس ازاي، هبدا اتعامل مع التشينج ريزيستنت ازاي، كل الحاجات دي بتبقى في المرحله رقم 3 او الخطوه رقم 3. بعد كده بخش في المرحله رقم 4 وهي بدايه الستيج رقم 2 اللي هي مرحله الانجيجمنت، مرحله اشراك الناس، دخول الناس معايا جوه التشينج. ببدا فيها بنقل الفيجن، ببدا بعمل كوميونيكيشن مع هؤلاء الناس، ببدا انقل لهم رؤيتي في التعامل مع هذا التشينج، ايه الفوائد اللي تعود عليهم من هذا التشينج، ايه الامباكت على الاورجانيزيشن ككل من هذا التشينج. فانا بعمل عمليه كوميونيكيشن وببدا اعمل انجيج لهؤلاء الناس داخل هذا النظام الجديد.
المرحلة رقم خمسة هي مرحلة البدء الفعلي في موضوع التشينج. ببدأ أنفذ بقى ما تم الاتفاق عليه، ببدأ أطلع الخطة بتاعتي اللي أنا رسمتها في المرحلة رقم ثلاثة تحديدا، ببدأ أنفذ هذا الكلام، بوزع المهام على الفريق اللي موجود معايا، كل واحد بيتولى مسؤولية معينة ويبدأ ينفذ عملية التشينج. المرحلة رقم ستة ببدأ أطلع حاجة اسمها الكويك وينز. الكويك وينز ده يا جماعة حاجة في غاية الأهمية. لو أنا عايز أعمل تشينج يا جماعة، مش عاوز يكون والتشينج ده مثلا مدته سنة. لو هنفرض إن أنا عايز أعمل سيستم جديد، والسيستم ده عشان يتطبق محتاج له سنة عشان يخلص 100%، أنا مش عاوز أفضل مستني سنة كاملة لحد ما اطلع او ابدا اشوف النتائج بتاعه هذا السيستم. الناس نفسها هتمل، وبما ان عندي جوه الاورجانيزيشن ناس معايا وناس ضدي، وانا اقصد هنا بالسيستم، في ناس هتبقى مع السيستم الجديد وفي ناس ضد السيستم الجديد، فانا عايز خلال مرحله السنه دي ابدا اطلع حاجه عندي اسمها كويك وينز، يعني بشاير خير كده، قطره من قطرات المطر، تمام كده. ببدأ أطلع شوية بنفيتس حتى لو بسيطة خلال مدة قليلة وأنا شغال في الأورجنايزيشن بتاعتي أو وأنا شغال في البروجكت بتاعي، عشان خاطر الناس اللي هي تشينج ريزيستنت تبدأ تحس. صدق والله ده النظام الجديد اللي بيتكلموا عليه ده فعلا بدأ يطلع قماش، والدنيا بدأت تمشي، وفعلا في بنفيت بتطلع، والناس فعلا اللي بتشغله بالسيستم الجديد ده فعلا بتتحسن، والستيب ان بتاعها بيتحسن، والباي ان بتاعها بيتحسن. فانا ببدا اعمل حاجه اسمها باي ان، يعني نسب نجاح كده بسيطه كل فتره، مش لازم ننتظر لحد ما اكمل البيريود او المده الزمنيه المحدده لتنفيذ هذا التشينج على مستوى كامل وعشان ابدا اطلع نجاحات. لا، انا احاول قدر المستطاع ان انا اطلع كويك وينز. وبالمناسبه يا جماعه، المرحله الحته بتاعت الكويك وينز دي فعلا بتدخل معايا ناس يعني بشكل مبالغ فيه، اكتر من 60 الى 70% من الناس اللي كانت تشينج ريزيستنت في بدايه السيستم، لما بتبدا تشوف الكويك وينز دي بدات تطلع معايا بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3 شهور من انطلاق السيستم الجديد، عارف يعني ممكن نقول بالبلدي كده بيخزلوا على نفسهم، يعني بيكسفوا، يقول لك يا ريتنا كنا دخلنا معاهم الاول، وبيبداوا فعلا يشاركوا معايا داخل التشينج. الخطوة السابعة والخطوة الثامنة، واللي بيعتبرهم الدكتور جون كوتر بيعتبرهم هي مرحلة الاستدامة أو السستينابيليتي، مرحلة استدامة التشينج. بيبدأ فيها بقى بعد ما طلع معايا الكويك وينز والناس بدأت فعلا تتقبل موضوع التشينج وبتتعامل مع الموضوع بأريحية، وبدأت أستقطب أكبر قدر ممكن من الناس معايا داخل هذا التشينج وهذا السيستم الجديد، فعلا بدأت بقى انفذ التشينج بتاعي، وبدأت يطلع عندي المخرجات النهائية بتاعة التشينج، وببدأ في مرحلة ترسيخ هذا النيو تشينج او النيو سيستم جوه الكالتشر بتاع الاورجنايزيشن. عشان كده انا قلت لحضرتك في بداية هذه الجزئية، قبل ما اعمل التشينج على مستوى الاورجنايزيشن لازم أنا اكون متفاهم بشكل كويس جدا ايه هي طبيعة الكالتشر او الثقافة العامة بتاعة الاورجنايزيشن اللي انا هتعامل معاها. فببدأ في المرحلة رقم 8 تحديدا ان انا ادخل هذا التشينج او ارسخ هذا التشينج او ارسخ هذا النيو سيستم جوه الكالتشر وجوه طبيعه وثقافه الاورجانيزيشن، عشان خاطر يبقى هو والاورجانيزيشن حاجه واحده، خلاص الناس كلها بقى السيستم ده عندها حاجه واحده. انا شخصيا يا جماعه افضل نموذج جون كوتر، اللي هو النموذج اللي هو ده محكم دوت في التغير على المستوى المؤسسي، اكتر من النموذج بتاع لوين اللي هو النموذج الاولاني اللي احنا شرحناه. انا شايف بصراحه من وجهه نظري، طبعا مش بحكر على حد، ان لوين اللي هو النموذج الاولاني انا بعتبره اولد فاشن، يعني نظام قديم شويه، لكن نظام جون كوتر الصراحه مور بروفيشنال، وشايفه بيركز بشكل كبير جدا على الستيك هولدر ومشاركه الستيك هولدر وتكوين الفريق ووضع حاجه ملحه لتحقيق التشينج. موضوع الكويك وينز ده مهم جدا 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 لون ما اشارش اليه الحقيقه، فانا بعتبر ان هذا النموذج اللي هو نموذج جون كوتر ذو الثمانيه مراحل من افضل النماذج المستخدمه في انشاء او تنفيذ مبادرات التغيير على مستوى المؤسسي.
خليني دلوقتي بقى اكلم حضرتك في اخر جزئيه في كلامنا النهارده، وهي بعض الكونسيدريشن وبعض الاعتبارات اللي حضرتك بتحطها في اعتبارك عشان تعمل مور انجيج، يعني مور مشاركه اكتر للستيك هولدر. كلمه ستيك هولدر اللي حضراتكم ما يعرفش يعني ايه كلمه ستيك هولدر، ستيك هولدر يا جماعه هو اي شخص بيتاثر او بيتاثر باي حاجه انت بتعملها. لو انت بتعمل تشينج معين داخل اورجانيزيشن، فأي شخص هيتأثر بهذا التشينج بيبقى اسمه ستيك هولدر، وأي شخص ممكن يتأثر بهذا التشينج أو يؤثر في هذا التشينج بيطلق عليه كلمة ستيك هولدر. بما إننا بنعمل تشينج داخل أورجنايزيشن أو داخل مؤسسة أو داخل مكتب أو داخل مصلحة حكومية أو داخل وزارة أو داخل حتى دولة، وعايز أعمل تشينج على مستوى أعلى مستوى، انا بتعامل في الاول وفي الاخر مع شويه ستيك هولدر. فبيهمني ان انا اشوف بعض الحاجات، بعض الكونسيدريشن وبعض الاعتبارات او بعض البرنسبلز زي ما بيسموها. وانا عندي الحقيقه 7 برنسبلز او 7 مبادئ رئيسيه المفروض احطهم معايا في الحسبان وانا بتعامل مع الستيك هولدر لو انا عاوز اخد كويك وينز مع الستيك هولدر في التعامل مع هذا التشينج. اول برينسيبل معانا وهو ان انت ما يعني ما ينفعش تتجاهل كل المعنيين اللي موجودين معاك داخل الاورجانيزيشن، خصوصا المعنيين اللي هم رافضين التشينج. انت طبعا قلنا لك ان انت لما تدخل تعمل اي تشينج في اي اورجانيزيشن، اي شركه، اي مكتب، في اي مكان، هتلاقي ناس موجودين معاك حابين ان هم يبقوا يتقبلوا هذا التشينج، وفي ناس تانية لا تتقبل هذا التشينج. فبلاش تتجاهل الناس اللي هي ما بتتقبلش التشينج، لان طبعا صوابك مش زي بعضها، كل الناس فيها الكويس وفيها الوحش. لازم تتقبل الناس اللي معاك اللي هتمشي معاك على السيستم والناس اللي هي رافضه للتشينج دي، وتبدا تدعم هؤلاء الناس وما تنساهمش، ولازم تاخدهم معاك في الحسبان. البرنسبل الثاني، المبدا الثاني، هو ان المعنيين وتعريفهم وتحليلهم بشكل عام بتعتبر عمليه كونتينوسلي، عمليه استمراريه. طول ما انت شغال في البروجكت بتاعك او في المبادره بتاعتك بتاعه التغيير، طول ما انت بتعمل ايدنتيفيكيشن للستيك هولدر اللي ممكن يكونوا معاك، بتعمل لهم تحليل بشكل مستمر، لان ممكن في وقت من الاوقات ناس من اللي هي كانت معاك جوه الموضوع وفعلا ماشي معاك في موضوع تشينج زي الفل، تبقى ريزيستنت وترفض هذا التغيير وتخرج من التراك. وفي ناس اللي كانوا تشينج ريزيستنت في الاول يتحولوا ويبقوا معاك وفي صفك. وبالتالي طول ما انت شغال بتعمل اناليسز للستيك هولدر اللي موجودين معاك، وتشوف توجهات الناس بشكل مستمر، هل فعلا ما زالت الناس رافضه، ولا في ناس هتبدا تخش معاك في السيستم الجديد، ولا في ناس من اللي كانوا موجودين معاك بداوا يرفضوا الموضوع من الاساس ويخرجوا بره التراك اللي انت شغال عليه. طيب المبدا الثالث هو مبدا بيتعلق بوضع الاولويه. يعني ايه بوضع الاولويه؟ كل الناس في الاورجانيزيشن عندي او في اي مكان انا بشتغل فيه، مش ممكن تكون كل الناس سواسيه. بمعنى ان في واحد سي اي او، في واحد سينيور، في واحد جونيور، في واحد اكزيكتيف دايركتور، في مختلف التخصصات ومختلف الليفلز ومختلف يعني المستويات داخل الاورجانيزيشن. بلا شك عمر ما السي اي او او الرئيس التنفيذي للشركه هيتعامل معايا او انا هتعامل معاه بنفس الصيغه وبنفس الطريقه وبنفس انا هتعامل مع سينيور انجينير مثلا او جونيور او شخص. ثواني بس، عفوا انا احط الشاحن بتاع اللابتوب. مش هيتعامل مع كل الناس سواسيه، اكيد في فروقات في التعامل مع الناس، وبالتالي لابد ان نعمل عمليه بايوريتايزيشن، يعني وضع اولويات للتعامل مع الستيك هولدرز الموجودين عندي، كلنا على حسب اتجاهه، كلنا على حسب اهتمامه، كلنا على حسب سلوكياته، كلنا على حسب توجهاته وهكذا. طيب البرنسبل رقم 4، وانا شايفه برضه من المعايير او المبادئ المهمه جدا، اللي هو ان انت ما تتوقعش ان كل الناس الستيك هولدرز اللي موجودين معاك هيشاركوا بنفس الكيفيه وبنفس الطريقه. في ناس هتشارك معاك بنسبه 50%،
في ناس هتشارك معاك بنسبه 40، في ناس هتشارك معاك بنسبه 90، في ناس زي المهندس ايمن سيف الدين هيشاركوا معاك بنسبه 99.9، في ناس تانيه بدون اسمائها هتشارك بنسبه 5% او 1% او 2%. وبالتالي يا جماعه ما تتوقعش ان كل الناس سواسيه في التعامل وفي المشاركه او في عمليه الانجيجمنت داخل التشينج، لا ده انت هتلاقي نسب متفاوته بين الناس وبعضها. المبدا رقم 5، لازم تفهم متطلبات الناس. ما انت ممكن التشينج اللي انت عامله ده اصلا عكس تماما متطلبات الناس والنيد بتاعت الناس اللي هتشتغل. يعني انا ما اجيش اعمل سيستم جديد عشان خاطر انا في وجهة نظري ان هو هيحسن العمل داخل الشركه او هيحسن اجراءات العمل داخل الشركه بتاعتي، وما سالتش الستيك هولدر اللي هم الكاستمرز او الاند يوزرز الناس اللي هتستخدم هذا السيستم، فعلا السيستم ده ادد فاليو ليهم ولا لا، فعلا هيحقق متطلباتهم ولا لا، فعلا هيرفلكت البيزنس بتاعي ولا لا، فعلا ادد فاليو للبيزنس بتاعي ولا لا. وبالتالي مهم جدا في الحاجه رقم 5 ان انت تعرف ايه هي متطلعات ومتطلبات الستيك هولدرز اللي انت هتشاركهم واللي هتتعامل معاهم، وتفهم وتبقى اندرستاند فيري ويل للاورجنايزيشن والستيك هولدر نيدز داخل الاورجنايزيشن عشان خاطر فعلا تحقق التشنج بتاعك وتطبق التشنج بتاعك بشكل سليم وشكل صحيح. النقطه رقم 6 هو موضوع الايموشنال انتليجنت او الذكاء، بيسموها الذكاء العاطفي. والحقيقه موضوع الايموشنال انتليجنت ده يا جماعه بيستخدم كثير جدا، وبدا يتم استخدامه حتى في موضوع البروجكت مانجمنت مؤخرا، موضوع ان انت تلعب على الجانب العاطفي مع الناس الستيك هولدر اللي هم هيشتغلوا معاك دول، او اللي انت هتحتك بيهم، او اللي تشينج معمول في الاورجانيزيشن عشان خاطرهم. لو انت لعبت على الجانب العاطفي بتاعهم، يعني بدات تكسب الناس دي في صفك، تحاول تجيبهم في صفك قدر الامكان وتكسب حبهم، حتى تكسب حبهم دي حط تحت منها 10,000 خط. انا لو تيم ليدر مسؤول عن فريق عمل في ناس شغاله معايا، بلا شك بلا شك لو كسبت الناس دي في صفي من البدايه مش يخافوا مني. خد بالك في فرق بين بيحبوا الشخص وفي فرق بين ان هم بيخافوا من هذا الشخص. انا لو الفريق بتاعي حبني وقدرت اكسب الناس دي في صفي وخليتهم معايا بقوا موجودين معايا، بلا شك اي حاجه اقولها لهم اقول لهم احنا معاك يا ريس. لو قلت لهم تعالى ننزل البحر في شهر يناير، احنا معاك يا ريس. تعالى نرمي نفسنا من عارف مش عارف من فين، احنا معاك يا ريس. تعالى ناخد المناقصه الفلانيه او المشروع الفلاني او البرنامج الفلاني او السيستم الفلاني، احنا معاك يا ريس. ليه انا عملت كده؟ ليه هم جم معايا بكل سهوله؟ لان انا لعبت على الجانب العاطفي بتاع الستيك هولدر بتوعي، قدرت اكسبهم في صفي، قدرت اخدهم ناحيتي، قدرت ابين لهم ان انا فعلا شخص محبوب ومصدر ثقه بالنسبه لهم. وبالتالي اي نوع من انواع التشينج هاجي اقول لهم عليه مباشره هيتقبلوه. اخر برنسبل معانا وهو موضوع ان انت تظهر النتائج بشكل متسارع، اللي هو حته الكويك وينز اللي انا ذكرتها لحضرتكم من شويه. باستمرار حاول قدر الامكان ان انت تظهر النتائج بشكل مستمر، ما تستناش لحد ما السيستم يخلص او البروجكت بتاعك ينتهي لحد النهايه عشان تبدا تطلع النجاح بتاعك او تبدا تظهر النجاح بتاعك. لا، حاول قدر الامكان تعمل كويك وينز بشكل مستمر، لان باكد تاني على حضرتك موضوع الكويك وينز ده بيجيب الناس كتير جدا كانوا تشينج ريزيستنت من اول، بيجيبهم في صفك وبيخليهم يجوا معاك لانهم اوريدي بداوا يلمسوا المنافع والبنفيتس اللي هتعود عليهم وهتعود عليهم كاشخاص اولا، ثم على الاورجنايزيشن وعلى البيزنس بتاعهم داخل الاورجنايزيشن بشكل عام. دول كانوا 7 مبادئ اساسيه انت المفروض حضرتك تكون حاططهم في حسبانك وانت بتتعامل مع الاشخاص اللي هتحتك بيهم في موضوع التشينج. اول حاجه زي ما قلنا ان انت تحس بيه، يعني تحس بيه عدم تجاهل او ما تتجاهلش كل المعنيين اللي هم تشينج ريزيستنت بالنسبه لك. والحاجه الثانيه ان انت تحلل بشكل مستمر توقعات وتطلعات وتنبؤات اصحاب المصلحه او الستيك هولدر داخل التشينج بتاعك بشكل مستمر. والحاجه الثالثه ان انت تحلل باستمرار التوجهات والتطلعات والتوقعات للستيك هولدر بتوعك، كمان تحط اولويات لهؤلاء الستيك هولدر، و يعني ما تتوقعش رقم 4 زي ما قلنا
قدامك ما تتوقعش زي ما قلنا ان كل الستيك هولدر عندك سواء حسب الوضع بتاعه بطل عاطل المعنيين، ورقم 6 تلعب على الجانب العاطفي بتاع الستيك هولدر، ورقم 7 زي ما قلنا ان انت تطلع كويك وينز او تطلع نجاحات بشكل متسارع امام الستيك هولدر عشان خاطر تبدا تجذب الناس اللي هي كانت تشينج ريزيستنس بالنسبه لك. انا هختتم كلامي بثلاث حاجات مهمين جدا 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 انا بعتبرهم الكريتيكال سكسس فاكتور او عوامل النجاح الرئيسيه للتعامل مع التشينج. اول حاجه يا جماعه يعني عايز اقول لك كده من الاخير، يعني زي ما بيقولوا نو سبونسر نو تشينج. يعني ايه نو سبونسر نو تشينج؟ يعني لو ما فيش راعي لهذا التشينج اللي انت عايز تعمله جوه الاورجانيزيشن عمر ما التشينج بتاعك هينجح. يعني ايه راعي؟ يعني انا مثلا كوليد لو بكره الصبح تم اسناد تنفيذ مبادره تغير معينه داخل الاورجانيزيشن اللي انا بشتغل فيها، لو ما عنديش رعايه كامله من الاداره بتاعتي ومن التوب مانجمنت او الاداره العليا للاورجانيزيشن بتاعتي ورعايه كامله لهذا التشينج اللي هيحصل داخل الاورجانيزيشن، عمر ما التشينج بتاعي ده هينجح حتى لو كانوا جايبين سوبر مان. يبقى نو سبونسر نو تشينج، بدون راعي لهذا التشينج او لاي تشينج في الدنيا عمر ما يحصل عندك تشينج داخل الاورجانيزيشن. عامل تاني من العوامل اللي انا بعتبرها برضو من الكريتيكال سكسس فاكتورز اللي بتاثر في نجاح اي تشينج داخل اي اورجانيزيشن هو ان انت تراعي الطبيعه البشريه، تراعي ان معظم الناس او معظمنا الا من رحم ربي ما بيحبش التشينج، هو عايش في الكومفورت زون حاطط نفسه جواه وعاجبه وضعه ما بيحبش يغير. يقول لك انا اتغير ليه؟ انا ايه اللي خليني اغير من الكاد للبيم؟ انا ايه اللي خليني اشتغل بالتوتال كواليتي مانجمنت سيستم؟ انا ايه اللي خليني اخد ايزو؟ انا ايه اللي خليني اخد بي ام بي؟ انا ايه اللي خليني اسيب الرياضه واروح جده؟ او ايه اللي خليني اسيب مصر واروح مش عارف السعوديه؟ معظم الناس عاجبها وضعها وعاجبها حالها، والطبيعه البشريه نفس اماره بالسوء. وبالتالي لازما وانا بعمل تشينج داخل اورجانيزيشن او حتى لو بعمل تشينج على مستوى الفرد على مستوى الافراد، يعني اراعي الطبيعه البشريه عشان اقدر انجح في تحقيق التشينج بتاعي. رقم 3 وهي اخر حاجه معانا النهارده الحقيقه هو موضوع ان انا احصل على الفيدباك من كل الناس. لما بعمل التشينج يا جماعه لازم اخد اراء الناس في هذا التشينج. ما ممكن اكون انا كنت فاهم غلط، اصل انا برضو مش نبي ولا رسول ولا اللي انا بعمله ده قران انزل من عند ربنا سبحانه وتعالى. لا طبعا لازم انا اخد الفيدباك بشكل مستمر، اعمل كونتينوس امبروفمنت او تحسين مستمر للبلان بتاعتي مبنيه على الفيدباك اللي انا حصلت عليها من الستيك هولدرز المحيطين بيا. لازم السيستم اللي انا بطبقه جوه الاورجنايزيشن ده كل فتره والتانيه اخد الفيدباك واشوف وجهه نظر الناس ايه في التشينج اللي انا عملته او في السيستم اللي انا بنفذه بشكل مستمر، واخد هذا الفيدباك في الحسبان واطبقه. ولو حتى الخطه بتاعتي كلها او البلان بتاعتي كلها هتتغير مفيش مشكله، انا في الاول في الاخر بسعى الى تطبيق تشينج لتحسين جوده العمل، لتحسين اجراء معين، لتطبيق سيستم جديد يحسن من الجروث بتاعي او الانفستمنت بتاعي داخل الاورجنايزيشن. وبالتالي بدون ستيك هولدر وبدون يعني ستيك هولدر ريكوايرمنتس وبدون ستيك هولدر نيدز مش هقدر احقق التشينج دوت بشكل ناجح، ومش هقدر اطلع بالصوره الكافيه او الصوره السليمه اللي انا بطمح اليها. انا الحقيقه يعني لحد هنا اكون انتهيت من كلام النهارده، واتمنى ما اكونش اثقلت على حضراتكم. وفي نهايه الجزء اللي انا اتكلمت فيه دوت انا هفتح معاكم باب المناقشه، لو اي حد عنده اي سؤال في أي حاجة اللي أنا اتكلمت فيها النهاردة أو في أي حاجة تانية، يعني مش شرط، يعني أنا الحمد لله يعني اللهم لك الحمد عندي اكسبيرينس كويسة في مجال إدارة المشاريع، فلو أي حد عنده سؤال يخص الكلام اللي احنا اتكلمناه النهاردة بشكل خاص أو في البروجكت مانجمنت بشكل عام أنا تحت أمر حضراتكم. اتفضلوا. جزاكم الله كل خير يا أستاذنا الفاضل، الله يكرم أستاذنا. أنا فتحت المايك لو حد عايز يتكلم. الله يكرم أستاذنا، ألف شكر لحضرتك. الله يبارك فيك يا منصور. الله ينور منصور فريد، بصراحه محاضره رائعه واداء اكثر من رائع، ربنا يفتح عليك. الله يرضى عليك. يقرأ عليك الله يرضى عليك. اتعرف بحضرتك بس الاول، مهندس حمدي هارون.
اهلا وسهلا مهندس حمدي، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. السلام عليكم. اتفضل حضرتك. كان عندي اقتراح عليكم السلام. مهندس وليد لمحاضرة أخرى لو وقتك يسمح، مقارنة بين الأجايل والووتر فلو في البروجكت مانجمنت. أنا شايف الموضوع هيبقى فيري انترستد، وأنا إن شاء الله الاجايل والووتر فول. فلو في اوكي إمكانية ما فيش مشكلة، يعني ما فيش بلاند ان سم يعني في وقت في المستقبل أتوقع هتكون مفيدة للجميع يعني. أشكرك. طيب انا هقول لحضرتك سريعا الفرق بين الاجايل والووتر فول بشكل سريع، مش هخش ان ديب يعني لان وقت المحاضره مش هيسمح معانا، لكن بشكل سريع ومختصر الووتر فول او الطريقه التتابعيه لنظام العمل هي مسماها ووتر فول، يعني الطريقه التدفقيه او الطريقه التتابعيه. لو انا مثلا بنفذ عمل معين، ونضرب مثال لو انا بنفذ مشروع كونستراكشن مثلا، مشروع انشاءات، انا ببدا انفذ القواعد بتاعه المشروع بتاعي، ثم بعد كده بنفذ العمدان، ثم السقف، ثم. فالطريقه دي اسمها الطريقه التتابعيه، ما اقدرش انفذ مرحله الا لما اكون المرحله اللي قبلها انتهت، تمام كده؟ طيب عكسها تماما طريقه الاجايل او الطريقه اللينه، ان انا يكون عندي اجايلتي او ليونه في التعامل. لو ضربنا مثال مثلا لو انا بعمل موقع على الانترنت، لو بصمم موقع على الانترنت، انا مش لازم اشتغل بطريقه تتابعيه. انا ممكن ناس تشتغل في الريكويرمنت بتاعت الكلاينت بتاعي، ممكن ناس تانية تشتغل في موضوع تصميم الموقع، في ناس تانية تعمل الداتا بيز، في ناس تالتة تعمل مثلا الديزاين بتاع الصفحات بتاعت موقع الانترنت، وابدا اسلم الكلاينت بتاعي بطريقه انكريمنتال او بطريقه تصاعديه حته حته من الموقع بتاعي. مثلا صممت الواجهه الرئيسيه للموقع، ابدا اسلم سلمت الالوان بتاع عملت الالوان بتاعه الموقع، ابعت الموقع، ابدا اسلمها. انا ببدا اسلم الشغل بتاعي حته حته، ما بنتظرش لحد ما اسلم المشروع بتاعي بشكل كامل، تمام كده؟ فانا كده بشتغل بنوع من انواع الاجايل او موضوع الليونه في التعامل، بعكس تماما الووتر فول. انا مش هقدر اسلم الفيلا بتاعتي او العماره بتاعتي او المشروع الانشاء بتاعي حته حته، مش هقدر اسلم النهارده للمالك بتاعي العمدان شويه، وبعدين اسلم لهم حته من السقف، وبعدين اسلم لهم حته مش عارف من فين. ده الفرق بشكل سريع يعني بين الووتر فول والاجايل. وطبعا لو ان شاء الله احاول قدر الامكان ان انا يعني اخصص لها محاضره لو الوقت يسمح باذن الله يعني. اتمنى اكون قدرت افيد حضرتك. شكرا يا مهندس، تسلم ايديك، الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخ وليد بارك الله فيك، جزاك الله خير. الله يبارك فيك واياك. ربي يحفظك مصطفى، مهندس مصطفى بالخير من الجزائر. والنعم، اهلا وسهلا مهندس مصطفى، اهلا وسهلا. الله يسلمك، الله يسلمك. اخ وليد بارك الله فيك على هذه المحاضره. الله يسلمك. انا الحمد لله انا بصدد يعني باش ان شاء الله نقوم بالامتحان ان شاء الله. ان شاء الله امتحان ايه معلش؟ امتحان ايه امتحان معلش؟ بي ام بي بي ام بي بي ام بي تمام بي. اتفضل. يعني احنا في اسمه في التحضيرات، يعني انا لاحظك دائما اخ وليد انك تهتم اكثر بالماده العلميه يعني، وبارك الله فيك على الجانب هذا، وهذا هو يعني. ولكن جانب الاسئله في مثال طريقة الإجابة، يعني التعامل مع الأسئلة، كيف يعني الإنسان يتعامل مع الأسئلة، يكون عنده في مثال سرعة هكذا في الفهم، يعني هذا الجانب هذا اللي كان تفيدنا فيه الأخ فليد بارك الله فيك. أنا يعني أنت حضرتك بتتكلم عليا أنا؟ أنت كان تفيدنا في الجانب بتاع الأسئلة، يعني كيف طريقة حل الأسئلة، طريقة التعامل مع الأسئلة، كيفاش الفهم السريع والله شوف للسؤال. أنا أقول لحضرتك على حاجة، أنا هقول لحضرتك على حاجة. أنا الصراحة يعني موضوع الأسئلة والتدريب على الأسئلة يعني في زملاء كتير جدا من زملائنا المحاضرين يعني عندهم باع كبير في موضوع الأسئلة ده، يعني أنا أقل من إن أنا يعني أتكلم في حاجة زي كده، لكن حضرتك ممكن تتواصل معايا بعد المحاضرة إن شاء الله، إن شاء وأنا الله. هدي لحضرتك بعض المصادر اللي أنا شايفها من وجهة نظري مصادر مفيدة لموضوع التعامل مع الأسئلة. السلام عليكم. بارك الله فيك. عليكم السلام. المهندس إبراهيم تفضل. الطيار من العراق. كيف حالك أستاذ وليد؟
شكرا جزيلا على والله المحاضرة أنا الجيدة و... في بحر من النعم والله، اللهم لك الحمد، الله يبارك فيك. شكرا تفضل. شكرا، يا رب إن شاء الله دائما بهذه النعمة. شكرا على المحاضرة، الله وأنا يصلح عندي لك، تنويه واحد، أنه الله إدارة يكرمك. التغيير هي ما تتعامل إلا مع إدارة المبادرات والمشاريع والبرامج، لأن أنا ما أقدر أترجمها إلا إذا كانت عندي برامج ومشاريع، صحيح؟ يعني ما ايوه أقدر طبعا، أحدث ما هو تغيير. انا عشان اعمل تغيير او اعمل تشينج في اي اورجانيزيشن، بنفذ التشينج دوت من خلال مجموعه من المشاريع ومجموعه من البرامج. انا مثلا على سبيل المثال هضرب امثله كده سريعه. لو انا شخص او انا اورجانيزيشن عايز، زي المملكه العربيه السعوديه او دوله زي مصر عندها رؤيه اسمها رؤيه 2030. رؤية نعم 2030 ديت رؤية، أنا عاوز مثلا أكون واحد من أعظم دول العالم في الاقتصاد مثلا على سبيل المثال يعني. أنا عشان خاطر أعمل هذا الموضوع محتاج إن أنا أعمل مجموعة من البرامج ومجموعة من المشاريع، تمام كده؟ عشان نعم خاطر أنا مش هبقى في يوم وليلة الاقتصاد رقم واحد في العالم إلا لما أنا أعمل مجموعة برامج، أطور من نفسي، أعمل مشاريع جديدة، أطلع الناس بعثات، أدي الناس دورات، أعمل مشاريع تنموية، أعمل مشاريع اقتصادية. كل دوت بتندرج تحت بين قوسين ايه؟ مشاريع وبرامج، تمام برامج. كده؟ تمام انا عشان خاطر، انا عشان خاطر انقل الاورجانيزيشن، عفوا انقل الوزاره بتاعتي او انقل الدوله بتاعتي من ان انا دوله من الدول العالم النامي او العالم الثالث زي ما بيسموه الى دوله متقدمه اقتصاديا، فانا هعمل تشينج، هعمل الاز از. الاز از بتاعي ايه هو؟ ان انا دوله من دول العالم الثالث، تمام؟ التو بي تمام ان انا اكون دوله متقدمه اقتصاديا وتنمويا، فمحتاج ان انا نعم اعمل تشينج. التشينج ده اعمله ازاي؟ اعمله من خلال تنفيذ مجموعه من المبادرات ومجموعه من المشاريع برامج. ومجموعه من البرامج، تمام كده؟ نعم. سؤالي هنا انا بس بنضبط، هو انا بدي اوصل هاي الجزئيه، هو انا بدي اوصل هاي الجزئيه. اتفضل شكرا جزيلا على الاجابه الوافيه. ليش ما البي ام الله اي يصلح او حالك. اي اورجنايزيشن اخرى قدرت تخلي تشينج مانجمنت مثل هذه اللي تفضلت بيها واللي احنا ندري بها، انا اس بي ام بي سيرتيفايد وار ام بي سيرتيفايد، ليش ما كملوا وضعوا انه تشينج مانجمنت ضمن دراسه البي ام بي، يعني باعتبارها انه هي مكمل لها، هي لا بص الترانزيشن، هي الترانزيشن اريا. انا عايز اقول لحضرتك ان التشينج نفسها لها شهادات كتير. انا الحمد لله يعني اكتوبر الماضي السنه اللي وانا هسه فاتت ناوي اخذ سبتمبر او التشينج اكتوبر وناخذ السنه البي 3 او، فهسه انا حاير بين البي ام او اللي هو ياخذ هاي المبادرات. انا الحمد لله، انا الحمد لله ربنا وفقني وكرمني السنه اللي فاتت تقريبا في منتصف العام الماضي ان انا حصلت على شهاده الاي بي ام جي من في التشينج مانجمنت من المملكه انترناشونال المتحده، وهي شهاده محترمه جدا. هي انترناشونال طبعا، شهاده محترمه جدا. نعم. واي حد محتاج يعرف اي معلومات على الشهاده دي يدخل على موقع abmg.uk، وده موقع مشهور جدا عليه مجموعه من الشهادات مش بس التشينج. ولكن انا عشان من المهتمين بالتشينج واوريدي بشتغل في بعض مبادرات التغيير ان في شاء الله مجموعه من تواصل وياك الهيئات الحكوميه. بعد المحاضره بهذا الخصوص حتى اقدر انه اهلا اشوف. وسهلا بك، اهلا وسهلا بك، اهلا وسهلا بك. شهاده التشينج بالمناسبه شهاده منفصله ما لهاش علاقه بالبي ام بي. البي ام بي بتتكلم فقط على اداره المشاريع يا جماعه، لازم نفصل. انا الحمد لله سيرتيفايد بي ام بي وسيرتيفايد بي جي ام بي وبي سي او، والحمد لله عندي شهادات كتير. ولكن من ضمن الشهادات اللي انا حصلت عليها الفتره اللي فاتت، وانا شهاده ارجح ان اي حد يشتغل في مجال اداره المشاريع ان هو يحصل عليها، هي شهاده التشينج مانجمنت. انا حقيقه خدت الشهاده دي السنه اللي فاتت، وفعلا شهاده نوجبل بشكل مبالغ فيه، فيها معلومات رهيبه جدا، فيها تولز وتكنيكس جيد على اعلى يعني مستوى. طبعا ممكن انا النهارده سهله الحصول قدرت عليها يعني. شغلت كل حاجه عن تشينج مانجمنت، انا فقط في يعني خدنا مقتطف من كل حاجه. لكن هي الحقيقه يعني مجال كبير جدا ومحتاج وقت مثلا ما لا يقل عن 30 ساعه تدريبيه عشان اقدر اشرح لحضرتك كل ما له علاقه بالتشينج. وانا حاليا الحمد لله يعني في صدد اعداد كورس كامل باذن الله عن التشينج. ولو اي حد عاوز يبقى سيرتيفايد في التشينج ان مانجمنت شاء الله يحصل على ننتظر شهاده الكورس. لا في ان شاء التشينج الله ننتظر الكورس. باذن الله رب العالمين، باذن الله، باذن الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. اتفضل، الله شكرا يبارك. السلام الله عليكم. يحييك، اهلا وسهلا. خلينا بس، عليكم السلام. السلام عليكم. ايوه اتفضل.
باش مهندس يعطيك العافية. معك المهندس محمد أبو الرب من الرياض. عفوا باش مهندس الصوت واضح؟ باش مهندس؟ شو سوي يدي صوت واضح؟ ألو؟ عفوا الصوت واضح أنا؟ تفضل يا باش مهندس. أيوة تفضل. أعتذر. واضح. باش مهندس سؤالي، في حال كان عندي أنا مشاريع بهدف التغيير أو برامج بهدف التغيير، هل وظيفة الـ change management بتكون إدارة مختصة ضمن المنظمة، أو بتكون هي ثقافة موجودة عند مدراء المشاريع أو عند الناس المختصين في إدارة المشاريع بشكل عام؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، عند تنفيذ الـ change management هل بنفذها بأسلوب معين مثل إدارة مشروع أو إدارة برنامج، مثلا على سبيل المثال B3O حسب الجايد اللي درسناه أنه بتنفذها باستخدام إدارة البرنامج، هل الـ change management هي فعلا بكون لها إدارة معينة أو بكون لها أسلوب، بكون لها خطة بتم تنفيذها، أو هي فقط عمليات وثقافة بتكون embedded في إدارة المشاريع نفسها؟ وشكرا جزيلا باشمهندس. طيب أبشر، شوف أولا يعني الشركات الكبيرة اللي عندها مجموعة من المبادرات، عندها مجموعة من initiatives المتمثلة في برامج ومشاريع، لابد يكون عندها إدارة مختصة بإدارة التغيير. وبالمناسبة أنا كنت قرأت تكنيكال بيبر من تقريبا من حوالي شهر أو شهر ونص، بتقول دراسة كده اتعملت إن تقريبا متوسط كل 200 شخص، كل organization فيها 200 شخص يكون فيها شخص واحد مسؤول عن التشينج مانجمنت جوه الاورجانيزيشن. فلو انا عندي مثلا اورجانيزيشن فيها 1000 شخص، هيكون عندي اداره مسؤوله عن التشينج مانجمنت بشكل عام مكونه من 5 افراد. دي طبعا دراسه مش حاجه اكزاكتلي يعني، لكن اي شركه عندها مجموعه من المبادرات متمثله في تنفيذ مجموعه من المشاريع والبرامج، لابد يكون عندها اداره خاصه بالتشينج. مش كل الناس بتفهم في الكلام اللي انا كنت بتكلم فيه النهارده، مش كل الناس اللي بتشتغل في التشينج مانجمنت او عفوا في البروجكت مانجمنت بتفهم في الكلام اللي انا بتكلم فيه ده النهارده. مش كل الناس لو جيت قلت لها انا عايز اعمل تشينج جوه الاورجانيزيشن بتاعي او جوه البروجكت بتاعي او جوه البرنامج بتاعي هتقدر تعمل التشينج ده بكل بساطه. مش كل الناس عندها النوليدج اللي انا اتكلمت فيها النهارده. وبالتالي الشركات الكبيره اللي مهتمه فعلا تنفذ مبادرات التغيير بشكل صحيح وبشكل جيد، لابد يكون عندها إدارة مسؤولة عن التشينج وتطبيق التشينج داخل الأورجانيزيشن. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، الإدارة دي بتبقى مسؤولة عن إيه؟ بتبقى مسؤولة عن تطبيق الكلام اللي أنا ذكرته لحضراتكم النهاردة، مسؤولة عن تعليم الناس لما يكون في تشينج جديد، مسؤولة عن استخدام النماذج اللي إحنا ذكرناها النهاردة، مسؤولة عن وضع الخطط لإحداث التغيير، مسؤولة عن رفع النتائج للإدارة العليا. كل دي مهام ومسؤوليات التشينج مانجمنت ديبارتمنت او اداره التغيير او قسم اداره التغيير في الشركه. وانا اعرف شركات بدون ذكر اسماء يعني عندها ادارات خاصه باداره التشينج او التشينج مانجمنت. اتمنى اكون قدرت اجاوب حضرتك يعني. نعم اشكرك، اشكرك باشمهندس، اجابه وافيه، شكرا جزيلا، الله يعطيك العافيه. الله يسلم، الله يعافيك. خلونا بس بعد اذن حضراتكم ناخد اجابه من الشات، لان زملائنا على الشات زعلانين جدا ان احنا بنجاوب على المايك فقط، جاوبش على الشات. استاذن حقكم بس هاخد بعض الاسئله من الشات. سيتم رفع المحاضره. ايوه ان شاء الله سيتم رفع المحاضره باذن الله. انا هحاول ارفع المحاضره على قناتي على اليوتيوب، واكيد هتلاقوا تسجيل المحاضره. برضو المهندس عمر سليم هيتفضل مشكورا، والشباب في بيما ريبيا هيبدأوا إن شاء الله يرفعوا المحاضرة على الموقع بتاعهم إن شاء الله. بالنسبة للبرزنتيشن هبعت لحضراتكم إن شاء الله، أي حد تواصل معي أو مع المهندس عمر سليم هبعت لكم رابط PDF في السلايدات اللي احنا كنا بنشرح منها. جزاكم الله خيرا، شكرا جزيلا. طيب المحاضرة الجميلة، شكرا، الله يبارك فيك.
معلومه عن الشهاده والجهه المانحه. هو طبعا هو في اكتر من شهاده في الاتشينج يا جماعه. انا شخصيا اطلعت على كل يعني تقريبا يعني الحمد لله رب العالمين اطلعت على معظم الشهادات المقدمه في الاتشينج مانجمنت، ولما لقيتهم كلهم تقريبا بيدوروا حوالين كونتنت واحد او كلهم فحوى الشهادات بتاعتهم بتودي لحاجه واحده او بتوصلني لنتيجه واحده، انا دورت على الارخص لان للاسف شديد هم غاليين جدا. يعني الشهاده اللي انا خدتها في الاتشينج مانجمنت من يو كي كانت تقريبا بحوالي 400 جنيه استرليني غير رسوم الكورس. في مثلا شهاده من ودي والشهاده اللي انا حصلت عليها من اسمها الشهاده اللي انا حصلت عليها اسمها تشينج مانجمنت من معهد اسمه اي بي ام جي، وده في المملكه المتحده في بريطانيا، وشهاده تقريبا تكلفتني حوالي 400 جنيه استرليني زي ما قلت لحكم. في شهادات اخرى زي مثلا معهد بروساي، ولكن دي طبعا غاليه جدا، بتوصل سعر الكورس مع الشهاده حوالي 3000 او 4000 دولار. فانا بقول لحضرتك من واقع تجربه، انا عن نفسي بفضل شهاده الاي بي ام جي اللي انا حصلت عليها. شهاده كويسه، الكونتنت بتاعها رائع جدا، هيغطي كل المعلومات اللي حضرتك محتاجها، وفي نفس الوقت هي ارخص شهاده في التشنج مانجمنت. ده بخصوص الشهاده، لو اي حد عاوز يستزيد من النوليدج في التشنج مانجمنت، ولو اي حد عاوز ماتيريال سواء كتب او مقالات او اي حاجه يتواصل معايا بعد المحاضره ان شاء الله، وانا تحت امركم. رابط التسجيل، انا مش فاهم رابط التسجيل ايه. عليكم السلام. ممكن الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. تقدر تحسب الفيديوز لو المهندس عمر سأني يبعت لحضرتك البي دي اف. اسال انت ذكرت نوعين فقط من الموديول التغيير والبقيه ما ذكرتهمش. انا طبعا مش هقدر اغطي كل الموديولز، لا طبعا انا عندي تقريبا حوالي 6 أو 7 نماذج للتغيير المؤسسي. في نماذج تانية انا بس خدت من وجهه نظري طبعا خدت اهم 2 من النماذج اللي موجوده في التشينج. في نموذج ادكر موديل، في نموذج بتاع سونيل، في اكتر من نموذج للتعامل مع التغيير. انا فقط اخدت النموذج بتاع لوين وجون كوتر، اللي هم انا من وجهه نظري هم اهم نموذجين بيتم استخدامهم في التشينج. معانا كمان سؤال، كيف تحصل على الشهاده؟ لو حضرتك بتقصد الشهاده بتاعت التشينج، انا قلتها قبل شويه. ريكوردنج التسجيل، المهندس عمر سليم هيرفع تقريبا المحاضره كما هو معتاد على القناه بتاعتهم على اليوتيوب، وانا ان شاء الله برضو هرفع نسخه منها على التشانل بتاعتي على اليوتيوب. اللي بيقول لي ممكن تذكر الموقع مرة تانية، لو انت بتقصد الموقع بتاع الشهادة، الموقع اسمه ABMG B for Ben ABMG من UK في المملكة المتحدة. طيب اتاحت الرزهان. طيب يا جماعة معلش اعذروني، انا سبت موضوع المايك في الاول بس، وبعدين قلنا هناخد الشاتنج في الاخر، فانا بعتذر لان انا ما وصلتلوش، يعني ما خدتش بالي من الرسائل. الجهه المعتمده للمنحه للشهاده لاداره التغيير، ايوه زي ما قلت لحضراتكم في اكتر من جهه، في ام جي ودي في المملكه المتحده، وفي بروساي امريكا، في اكتر من جهه الحقيقه بتعتمد شهادات في اداره التغيير، وانا افضل الصراحه المدرسه الانجليزيه في التشينج اكتر من المدرسه الامريكيه، وارخص كمان بصراحه. انا الحقيقه عشان يعني ما اكونش كذاب، انا اطلعت على كل الكونتنت بتاع كل الماتيريال بتاع شهادات التشينج، ولقيت ان كلهم بيدوروا حوالين محاور واحده او محاور متشابهه، فاخترت الارخص. انا الصراحه اخترت الارخص، ولما اخذت الكورس ودخلت الامتحان لقيت الموضوع ما فرقش خالص على اللي هي 4000. يعني انا لقيت الفرق كبير جدا، انا دخلت اللي انا دخلتها دي بالامتحان مع الماتيريال مع الكورس مع بتاع كلفتني حوالي 400 او 450 جنيه استرليني، واللي كان المقابل ليها كان بحوالي 4000 دولار، فطبعا الجاب كبير جدا يعني. فبس ده بخصوص الشهاده والجهه المنحه للشهاده. يا ريت تبقى تمرن علينا بعض النصائح عن التشينج على صفحتك على لينكد ان. ابشر لاي حد بيسال عن، انا طبعا على لينكد ان، وحتى مش على لينكد ان بس، يعني على السوشيال ميديا بشكل عام، على زي ما قدام حكم كده، انا ليا الحمد لله اكتر من نشاط على السوشيال ميديا، على الفيسبوك، على تويتر، على يوتيوب، بطلع يعني بشكل شبه اسبوعي تقريبا ليا لقاء او لقاءين على قناتي على
اليوتيوب تقدر حتى تتابعني، والحمد لله بنشر مش بس في التشينج، لان طبعا التشينج جزء من اعمالي انا، مش بس بشتغل في التشينج، لكن اي حد محتاج اي نوع من انواع المعلومات وسائل التواصل بتاعتي على السوشيال ميديا ظاهره قدام حضراتكم على الوايت بورد، تقدر تتواصل معايا باي حاجه او اي معلومه حضرتك محتاجها، انا تحت امرك. ازاي احصل على الشهاده؟ انا ما اعرفش الصراحه موضوع الشهادات بتاعت محاضره النهارده هل فيها شهادات ولا لا، ولو فيها شهادات اكيد عمر سليم والشباب زملائنا في الدعم الفني اكيد هتواصلوا معاكم بعد السيشن باذن الله. هل يمكن نشر المحاضره على موقع المهاجرين العرب في كندا؟ طبعا يعني تدل على الخير كفاعله طبعا، يعني بالعكس اي حد محتاج ينشر المحاضره دي ويلكم، يعني تحت امركم طبعا. البي دي اف، البي دي اف زي ما قلت لحضراتكم هنرسله لحضراتكم ان شاء الله بعد السيشن، هعمله ابلودنج وهرفقه في المحاضره بتاعتي على الشانل في اليوتيوب. ازاي اتصرف مع الستيك هولدر الرافضين للتغيير؟ الليرنينج ان انا اعلم الناس، عمر ما في حد هيتقبل التشينج من غير ما يعرف الفوائد اللي ممكن تعود عليه هذا التشينج، وبالتالي لازم نبدا مع الناس في التشينج بموضوع الليرنينج ان انا اعلمهم. طبعا مش محتاج ان يعني انت من دي 1 تقول يا جماعه انا عندي تشينج، هتلاقي ناس معاك ماشيه معاك في السكه بتاعتك وناس رافضه، فاكيد التشينج الناس اللي ريزيستنت للتشينج بيبانوا من دي 1، بقدر احددهم مباشره. يعني ازاي اتواصل مع حضرتك؟ انا التواصل معايا يعني في قمه البساطه وقمه السهوله، ادخل على اي نوع من انواع السوشيال ميديا، على لينكد ان، على يوتيوب، على تويتر، على فيسبوك، على اي حاجه فيها سوشيال ميديا، اكتب وليد البسيوني سواء بالعربي او بالانجليزي، ان شاء الله تقدر تتواصل معايا بكل بساطه وسهوله. شكرا جزيلا مهندس عمر. مهندس عمر اضاف لحضراتكم في الشات اريا القناه بتاعتي على اليوتيوب، اي حد محتاج اي حاجه يقدر يتواصل معايا او يقدر يشوف الحاجات اللي انا نشرها على القناه بتاعتي. قوة الشهادة تختلف عند أصحاب المصلحة، أنا مش عارف إيه معنى السؤال، يعني إيه قوة الشهادات تختلف عند أصحاب المصلحة؟ هل هي من البي آي؟ برضو مش عارف يعني إيه بي آي. البي آي اللي هو إيه مقصود بيه؟ هل الشهادة من البي آي؟ إيه هو البي آي؟ هل تقصد البي إم آي؟ المهندس أو الدكتور سالم القحطاني بيقول هل هي بي آي؟ أنا مش فاهم إيه المختصر بتاع بي آي، فياريت الدكتور سالم يعيد علينا بس السؤال لو تكرمت. طيب هل تعمل كويز صغيره بعد كل محاضره؟ يا جماعه دي مش محاضره، دي ندوه. انا لما بدي كورس او بدي محاضره طبعا بعمل كويزز وبعمل اسئله للناس بتوعي في نهايه كل محاضره، لكن احنا النهارده بنعمل سيشن بنتناقش مع بعض، بنلقي لحضراتكم بعض المعلومات اللي عندنا، وبنحاول قدر الامكان نعمل شيرنج للنوليدج اللي عندنا. يعني لو اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار او اي استفهام تفضل مشكورا يسألوا هنا، او ان شاء الله نجاوبه لو يتواصل معايا بعد المحاضره ان شاء الله. ازاي احصل على شهاده المحاضره؟ دي انا جاوبت عليها. لينك قناه اليوتيوب المهندس عمر حطها في الشات اريا. اللينك بتاع الفيسبوك تقدر تكتب على فيسبوك وليد البسيوني طبعا المهندس عمر برضو مشكورا. جزاك الله خير مهندس عمر، اضاف اللينكد ان بتاعي على الشات اريا والفيسبوك وكل الحاجات اللي انا اشتركت على قناتك على اليوتيوب، جزاك الله خير، اهلا وسهلا بيك. المهندس او الدكتور سالم بيقول ابشر الان. طيب الله يجزاك خير يا دكتور ياسر. هل معهد اي سي ام بي معهد بيعطي شهاده؟ ما رايك فيها؟ والله انا شفتها شهاده ممتازه جدا اي سي ام بي، بس برضو باكد انا حكمت على الشهاده بتمنها، لان انا زي ما قلت لحضراتكم سعر الشهادات كلها كان سعرها مبالغ فيه، ولقيت شهاده اي بي ام جي هي ارخص شهاده رغم ان الكونتنت واحد، يعني المعلومات والمحتوى العلمي تقريبا متشابه 100%. طيب انا تقريبا كده جاوبت على كل الرسائل الموجوده في الشات، ما اعرفش هل في اي حاجه ثانيه في الشات، معلش معذره، خليكم معايا. السلام عليكم. السلام عليكم. على المستوى المجتمعي في جزئيه عليكم السلام، بس معلش لحظه دي واحده. هل السيشن بروفايد بي دي؟ طبعا بتقدر تستخدم الشهاده بتاعه المحاضره في الفيديوز، تقدر تاخد على كل ساعه معانا تقدر تاخد عليها واحد فيديوز. الاخ عبد الرحمن يقول اداره التغيير على المستوى المجتمعي في جزئيه الكرو داون سورسنج اند اوبن داتا انواع المجتمع والتقني. انا الحقيقه مش 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 مش, مش فاهم قصد حضرتك في السؤال، ايه مقصد المستوى المجتمعي؟
السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. مهندس وليد، مرحبا بك. تفضل. عبد أهلا الرحمن وسهلا. فرجاني، أهلا عبد الرحمن وسهلا. فرجاني من ليبيا، حاليا طالب دكتوراه في هندسة المدن الذكية أهلا. جامعة ليل. يا الله، ما شاء الله ما شاء الله. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بيك. أهلا بك، تفضل بحضرتك. أهلا وسهلا حضرتك. الله يبارك فيك. مشكور جدا على هذا العرض القيم صراحة، وهذا الله الدعاية صراحة، يعني من ناحية تغطية الموضوع. الله يصلح لكن حالك يا رب، تفضل. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. شكرا للمهندس عمر سليم لإطراء المحتوى العربي صراحة، يعني قدمته جزاكم الله كثير خير. يعني من فبس أنا عندي ملاحظة. أنت تكلمت عن تفضل. إدارة التغيير على المستوى المؤسسي، يعني داخل المؤسسات، سواء كان شركات أو صحيح. مؤسسات الدولة أو غيرها. فإحنا صحيح. هنشتغل على جزئية الكالتشر وثقافة الأوبن ديتا على مستوى المجتمع، الكراود سورسينج. فأصبحت اليوم مثلا عندنا مشروع اللي هو مشروع التخريط الوطني الرقمي المفتوح، اللي هو الأوبن ديجيتال مابينج، اللي هو تمام يتكلم على مثلا على البلاتفورم بتاع أوبن ستريت ماب. مثلا أوبن ستريت تمام ماب هو يجمع ما بين الوعي التقني والاجتماعي، والفكرة أنك توفر بيز ماب، خريطة أساس للدولة أو للبلد بالكامل على المستوى الوطني، باستخدام نعم الكراود سورسينج، باستخدام الزخم البشري من الناس المتطوعين. نعم بالتالي أنت محتاج في هذه النقطة لاستخدام إدارة التغيير أيضا، يعني لازم تتغير صحيح القشر بتاع الناس صحيح اللي صحيح هم يديروا كونتريبيوشن، يعملوا كونتريبيوشن في صالح تنمية صحيح المجتمع بتاعهم. وبالتالي ممكن إيجاد كواليتي عالية في الشغل إذا كان صار فيه أورينتيشن للكواليتي كنترول وكواليتي أشورنس في الجزئية بتاع الكراود سورسينج. بس الحائط أو العائق الكبير جدا اللي يصطدموا به اللي هي مقاومة التغيير في جزئية الأوبن ديتا. الناس قاعدين أو المجتمع أو حتى الو المؤسسات، يعني لما تقول لهم الو أوبن ديتا أو أوبن سورس، يعني ما زال فيه مشكلة في الـ فأنت غطيت من ناحية من الناحية المؤسسية، وأنا نتكلم على الناحية المجتمعية على مستوى السكيل تاع المجتمع. شكرا، بارك الله فيك. الله يرضى عليك. انا طبعا انا برضو باكد على حقكم تاني الوقت. طبعا احنا النهارده تناولنا فقط يعني جزء لا يتجزأ من علم اداره التشينج، التشينج مانجمنت بشكل عام. دي حاجه كبيره جدا ما نقدرش نغطيها في وان سيشن، لكن انا حاولت قدر الامكان ان احنا نقطف من كل بستان شجره وكل من كل بستان ثمره زي ما بيقولوا، بحيث ان احنا نغير او نقدر ندي نظره عامه على التشينج بشكل عام. واتمنى اكون قدرت اطلع حتى لو نسبه بسيطه من المعلومات اللي عندي في موضوع التشينج. وطبعا جزاك الله خير على الاضافه، انا بشكرك شكرا جزيلا اخويا عبد الرحمن. اي السلام حد عليكم. عنده؟ المهندس سمير حماد. السلام عليكم. اهلا وسهلا مهندس سمير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. المهندس سالم عمر من ليبيا. أنا اهلا بدي وسهلا أسألك مهندس على سالم، اهلا بيك، الله يحييك يا رب. بدي أسأل لو أن أنا كمنظمة بتشتغل في مجال الكونستراكشن، ونبي ايوه نسأل هل مدير التغيير هل لازم أنه يكون مهندس، أو ما فيش مشكلة عادي يكون يعني أنه يكون لا 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 لا، مفيش إداري؟ مقياس، مفيش مقياس خالص. الموضوع ملوش علاقة بالهندسة مبدئيا، يعني عشان بس برضو نفس المشكلة. الناس اللي كانت في الأول كانت عايزة تاخد بي ام بي، وكانت معتقدة ان البروجكت مانجمنت مقتصرة فقط على المهندسين. الكلام ده يا جماعة تمام. عاري تماما من الصحة. انا وعندي اعرف صح صيادلة، تاني وحطهم السؤال. اتفضل. وبالنسبة هو إدارة التغيير، هل تشتغل مستقلة بنفسها، أو ضروري يكون في كونكت بينها وبين إدارة المخاطر؟ لأن في أمور فيها ريسك قوي شوية يعني مدى التغيير فيها. طيب خليني اجاوب حضرتك على النقطه الاولانيه. اول حاجه، مفيش حاجه بتقول ان لازما اللي يتولى التشنج مانجمنت يكون مهندس. الموضوع ملوش علاقه بالهندسه، لكن لو انا شغال في مجال الهندسه او في الكونستراكشن او في اي مجال وهتولى موضوع التشنج، يا سلام يا سلام لو اللي هيتولى موضوع التشنج ده يكون مهندس، هيبقى بيجمع بين التكنيكال وبين المانجمنت. فهمت عليا؟ لكن مفيش شرط مطلقا ان يكون مهندس. دي النقطه الاولانيه. النقطة الثانية معلش لو تذكرني كانت بتتكلم عن ايه؟ النقطة الثانية هي بالنسبة للمدير التغيير، مدير التغيير نفسه ايوه
هل ايوه ايوه معلش ايوه يستر افتكرت افتكرت ان لا انت حضرتك بتقول ان التشينج بيشتغل individually، لا التشينج اداره زيها زي اداره التعاقدات، زي اداره الريسك، زي اداره السكادولينج، زي معظم الادارات، زي اداره الفاينانس، زي معظم الادارات الموجوده في الشركه. التشينج مانجمنت يا جماعه جزء لا يتجزأ من الاورجنايزيشن. الناس دي ما بتشتغلش لوحدها، بتشتغل مع الاشخاص، بتشتغل مع الافراد، بتشتغل مع الستيك هولدر، فهي جزء لا يتجزأ من جميع الادارات الموجوده، وبتشتغل سيبرتلي بنفس الشخص وبنفس الطريقه وبنفس الاسلوب مع باقي الادارات الاخرى، زيها زي باقي الادارات. تمام كده؟ اوكي مشكور. الله يحييك. الدكتور سالم بيقول البرفورمانس انستيتوت، لو حضرتك تقصد البرفورمانس انستيتوت بتاع استراليا، انا بصراحه ما اعرفش، على حسب معلوماتي ان البرفورمانس انستيتوت بتاع استراليا ما عندوش شهادات في التشينج. اللي انا اعرفهم الشهاده من بروساي، وشهاده من كي بي ام جي، وفي شهاده من اي سي بي ام او ام بي، هم 3 شهادات اللي انا اعرفهم الحقيقه، ما عنديش اي معلومات اخرى. الاخ علي بيقول هل يمكن تطبيق نظريات التغيير كما تم شرح اليوم على المؤسسات والمجتمعات، سواء اللي انا قلته دوت بيتطبق على مستوى الفرد، على مستوى الاورجنايزيشن، على مستوى الدول. وانا ضربت امثله، لو انا اتكلمت على مستوى الفرد، لو شخص عاوز ياخد بوزيشن جديد مثلا، عشان ياخد البوزيشن ده محتاج يتعلم معلومات جديده، محتاج ياخد معلومات جديده، محتاج ياخد سكيلز جديده، فانا كده عملت تشينج على مستوى الفرد. لو بتكلم على مستوى اورجانيزيشن، لو عايز انتقل من الكاد سيستم الى البيم سيستم، انا بعمل تشينج، يبقى انا كده عملت تشينج على مستوى اورجانيزيشن. لو انا بتكلم مثلا على مستوى دول، رؤيه زي رؤيه مصر 2030 او الرؤيه المستدامه لمصر 2030، او رؤيه المملكه العربيه السعوديه 2030 المبنيه على تحقيق مجموعه من الرؤى والاهداف، المبنيه على مجموعه من المبادرات من خلال تنفيذ مجموعه من البرامج والمشاريع، انا عشان احقق الرؤيه دي والتطلعات دي محتاج ان انا اعمل تشينج. التشينج ده ازاي؟ اعمله من خلال تنفيذ برامج ومشاريع، وبالتالي التشينج اقدر انفذه على مستوى الفرد، اقدر انفذه على مستوى الاورجنايزيشن، وحتى اقدر انفذه على مستوى الهيئات والمصالح، وحتى على مستوى الدول. ايوه انا والله ما قلتش يا دكتور، الله يرضى عليك، انا قلت ما اعرفش والله، انا قلت ما عنديش معلومات والله. دكتور سالم حضرتك، انا ما قلت، انا الله يرضى عليك. انا مش متخصص، السلام عليكم. قلت انا متخصص في البروجكت مانجمنت، ومن ضمن اعمالي هو موضوع التشينج، فانا طبعا ما فيش بني ادم بيعرف كل حاجه في الدنيا، انا قلت حسب معلوماتي انا اعرف الام جي، واعرف البرو ساي، واعرف الاي سي بي ام، هم دول الثلاثه اللي اعرفهم. البي اي دي انا والله اول مره اسمع عنها، وحتى ما سالتني انا قلت لحضرتك لو تقصد البرفورمانس انستيتيوت بتاع استراليا، انا ما عنديش معلومات ان هو عنده شهاده في التشينج ولا لا، واتمنى اكون قدرت اوضح لك المعلومه يعني. جزاك الله خيرا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. السلام عليكم، معكم الو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا، معك المهندس مصعب من السودان. اهلا وسهلا مهندس موسى، الله يحييك، هلا مهندس مدني. يا هلا مهندس موسى، تفضل. الله يديك الصحه والعافيه. انا بس عندي حاجه بسيطه، كان اثناء ما بدرس في البي ام بي في شيء ما استوعبته، حسيت باب يعني شويه غريب. هو مذكور كان في البيمبوك، يعني في موضوع التغيير، هم كانوا ذاكرين عندما تقدم طلب للسي سي بي ويكون الريسبونسر غير موجود، يجب عليك انت قبل ما تطبق في اجراءات بتاعت الابديت اللي بتحصل في تشينج لوج ومانجمنت ابديت، لازم تعمل انفورم للريسبونسر اذا كان هو غير موجود في السي سي بي. طيب انا كبروجكت مانجر الان مدير بتاع مشروع، يعني ما عندي في الغالب، يعني ما بكون عندي الكونتاكت المباشر مع الكلاين عشان انا اقدر عمليا فورم. ليش هذه المهمة وكلنا علينا كمدير مشروع، مع أنه يعني أنا شايفها يعني بالمنطق يعني هي أعلى من سلطاتي أنا في التواصل، لأن عندي سلطات معينة في التواصل أكيد، فليش ما يخلوا السي سي بي هي تعمل الانفورم ليه، يعني هي تنتهي معاه تماما وتجيب لي رزلت النهائي بالرفض أو القبول، يعني
انا مدير مشروع خلاص انا قدمت طلب وصلت وصلت تمام. طب هو مبدئيا التشنج اللي حضرتك بتتكلم فيه غير التشنج بتاع النهارده، بس عشان نوضح احنا بنتكلم في تشنج مختلف تماما. التشنج اللي حضرتك بتتكلم عليه ده اللي هو التشنج اوردر او الريكوست اللي انت عاوز تعمل تشنج جوه بروجكت معين، تمام كده؟ ايوه داخل مشروع. انا هقول لحضرتك سبب ان انا ان لازم حضرتك تعمل تعطي انفورم للسبونسر بتاع المشروع لما تيجي تعمل تشنج داخل المشروع بتاعك. اولا السبونسر ده هو الشخص الممول للمشروع، هو ده الشخص اللي بيدفع فلوس. اي تشنج يحصل جوه المشروع بلا شك بيبقى ليه امباكت على الكوست، صح ولا انا غلطان؟ وارد جدا، وارد جدا وانت بتعمل تشنج جوه المشروع ان انت تدفع فلوس او يتخصم فلوس او تدفع فلوس زياده، صح ولا انا غلطان؟ وبالتالي شرط اساسي علشان تمرر هذا التشنج ان تعطي انفورمينج للسبونسر او راعي المشروع. ان انا مش شايف من وجهه نظري انت مش هتقدر تاخد الخطوه، مش هتقدر تاخد الخطوه الثانيه او نيكست ستيب في الموضوع التشنج الا لما تعطي انفورم او تدي معلومه كامله للسبونسر او الشخص اللي انت فاهم ثانيه. انا قاصد انت بتقول ثانيه. ايوه اتفضل. انا مش قاصد انه ما يكون عنده انفورم، لا هو بالعكس المفروض يكون عنده انفورم على كل شيء زي ما انت قلت، حيكون في كوست، حيكون في تغيير في كثير من الاسكوب يعني. بس انا بتكلم عن انا كمدير مشروع، ليش انا اتواصل مع السبونسر؟ ليش انا ادعم الانفورم؟ المفروض الانفورم يكون من السي سي بي. على فكره هو كان... على فكره انا على حسب ما انا اذكر يعني هم ما قالوش انت كبروجكت مانجر لازم تعمل انفورم بنفسك، هم قالوا لازم تعمل انفورمينج للسبونسر، ما قالوش مين يعني، ما قالوش البروجكت مانجر. هم حددوا وشرطوا، حطوا شرط ان ما ينفعش يتوافق على التشنج او تمرر التشنج الا لما السبونسر يكون عنده علم بيه او يعتمده، لكن ما قالوش الزاما. بس الامتحانات كلها يعني بيسالك كمدير مشروع انت ودو يو نيكست يعني، فهو بيتكلم معك انت كمدير مشروع انت. أيوة انا فاهم انا فاهم ما انا فاهم، بس هو في الامتحان مش هيقولك انتوا كلكم هتعملوا ايه، هو بيسالك انت كمدير مشروع، بيعتبر ان هي الايديال كيس يعني ان انت لازم كمدير مشروع انت لازم تعمل انفورمي. لكن انا بقول لك كوليد في الشغل في انت وجهه نظرك ايش في الموضوع ده يعني؟ مين اللي حقه؟ انت وجهه نظرك ايش في الموضوع هذا يعني؟ مين اللي حقه؟ انا 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 كوليد، انا كوليد يهمني ان السبونسر يعرف مين الشخص اللي يقول له اي دونت كير، المهم ان المعلومه توصل له. انا كمدير يعني مشروع في الموضوع الايديال يعني كل انا بكلمك ايديال. انا كل اللي انا هاممني انا كمدير مشروع ان المعلومه توصل للسبونسر وان التشنج اللي انا اعتمدته يمر ويعدي. ماليش دعوه بقى انا اللي قلت له، اخويا اللي قال له، المساعد بتاعي، المدير بتاعي، وات ايفر. لكن الستاندر اللي البي ام اي بيتكلم بيه ان انت والسبونسر شغالين توجذر، يعني انتوا الاثنين شغالين مع بعض، مفيش حاجه اسمها السبونسر في حته وانا في حته. الايديال في وجهه نظر بي ام اي ان انت كمدير مشروع شغال يعني هيلدر شولدر تو شولدر مع مدير، عفوا مع السبونسر او مع راعي المشروع بتاعك، وبالتالي انتوا قريبين من بعض، مش محتاجين ان انتوا تاخدوا سلم او درجات معينه عشان تقدر توصلوا، بل بالعكس المفروض انتوا شغالين سوا، وان انت من السهل جدا ان انت تدي له المعلومه. لكن انا بقول لك في الارض الواقع او عمليا مش لازم ان انت كمدير مشروع بنفسك اللي تدي انفورمينج للسبونسر، ممكن اي شخص تاني. اهم حاجه تضمن وتتاكد ان المعلومه وصلت للسبونسر، تمام كده؟ يا وضحت. بس يعني انا كنت فاهم كده برضو، بس بتكلم في الموضوع المثال يعني زي ما كثير من مثلا ستيك هولدر لما يتدخل في المشروع مفروض يرد عليهم بطريقه معينه يعني، في حاجه في الكوميونيكيشن بلان، في طريقه معينه للتواصل مع كل ستيك هولدر يعني. فالسبونسر هو اكبر ستيك هولدر، مفروض يكون في طريقه معينه اللي احنا مين نتواصل معاه ومين اللي بيزعل ومين اللي بياخد. لو حضرتك بتتكلم على المايند سيت او الميثودولوجي او التيرمينولوجي بتاعت بي ام اي، بي ام اي بتقول لك اصلا في بدايه كتاب بوك ان انت كبروجكت مانجر والسبونسر شغالين شولدر تو شولدر مع بعض، انتوا مش منفصلين عن بعض، انتوا الاثنين شغالين مع بعض. وبيقول لك كمان ان مدير، خد بالك، مدير المشروع هو البروجكت سبونسر، يعني السبونسر ده هو مديرك، وبالتالي ازاي مديرك مش هتقدر تتواصل معاه؟ بالعكس انت دايما تبقى على تواصل معاه. واضح تمام. تسلم كثير يا باشمهندس. الله يحييك، الله يحييك الباشمهندس علي الشاب بيسال بيقول، عفوا دي واحده بس، عليكم السلام. المهم مهندس علي بيقول الموضوع خارج
صح البي ام بي يلزمني استكمل اي ام بي اي مش انا اللي انا فهمته. هل انت مش عارف حضرتك هل خدت بي ام بي ولا عاوز تاخد بي ام بي؟ طبعا شهاده البي ام بي مهمه جدا ومحترمه جدا وشهاده عالميه، عدد الحاصلين عليها تجاوز 1,000,000 شخص حوالين العالم، شهاده مهمه جدا. حضرتك بتسال على الام بي اي، الام بي اي انا انصح بيها اي حد عاوز ينتقل الى من مرحله التكنيكال او من مرحله التكنيكال والمانجمنت الى مرحله البيزنس. لو تجاوزت خبرتك من وجهه نظري انا يعني اي حد عاوز ياخد ام بي اي او يدخل يدرس ام بي اي تكون خبرته ما تقلش عن 10 سنين، لان الام بي اي الصراحه سبيسيفيكلي قوي في البيزنس وفي الماركت وفي في البيزنس مانجمنت بشكل عام، وبالتالي مهم جدا تكون عندك اكسبيرينس سابقه في المجال بتاعك بحيث ان انت تقدر تستفيد فعلا من الام بي اي. هل تدرس ام بي اي ولا لا؟ لو انت مهندس تخطيط لا طبعا تدرس ام بي اي، اي حاجه يا جماعه فيها نوليدج عمري ما هقول لك عليها لا، ولكن اهم حاجه تدرس النوليدج دي في الوقت الصحيح او الوقت المناسب ليها. افضل معهد يمنح الشهاده، انا من وجهه نظري افضل معهد اي بي ام جي لانه كويس والشهاده بتاعته كويسه وسعره رخيص. انا كده خلصت الاسئله اللي على الشات، لو في اي حد عنده استفسار اخير لان احنا تقريبا تجاوزنا الوقت المسموح بالمحاضره. مين كان بيتكلم لو سمحت؟ السلام عليكم. كان في احد الزملاء قال السلام عليكم، انا قلت له لحظه. اعتقد مين في اي حد يا جماعه عنده اي اسئله او اي استفسارات؟ اي سؤال او اي استفسار تاني يا جماعه؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. معك مهندس سمير حماد من كندا وونيبيك مانيتوبا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا مهندس سمير، الله يحييك. ده شرف عظيم لنا مهندس سمير والله. الله يكرمك. انا كنت متابع المحاضره وصامت لاني من طبعي ان انا افضل صامت ومتابع. ربنا يبارك فيك وفي علمك وفي الجهد. الله يجزاك خير. حضرتك قدمته و الله يبارك فيك. حضرتك قلت دي محاضره تنويريه زي ما انا شايف. نعم نعم نعم. اي نعم. فانا حبيت بس ان انا اتحط على البي ار عندكم اللي هو البريس ريليز، بحيث لما يبقى في عندكم محاضرات او شيء مسموح بنقله على الهواء لو اديتوني قبل من فتره اقدر ان انا اجدوله مع الحاجات اللي انا بعملها وانزله على الصفحات اللي انا بنشر عليها للفائده العامه. ان شاء الله باذن الله. المهندس عمر سليم سمعنا دلوقتي، هو جزاه الله خيرا للفريق اللي معاه، هم متولين موضوع التكنيكال سبورت للمحاضرات اللي احنا بنقدمها وبننشرها بشكل مستمر، وان شاء الله يتواصلوا مع حضرتك باذن الله على هذا الخصوص. وانا شخصيا يعني لو حضرتك ما تمنعش يعني اقدر اتواصل مع حضرتك بشكل شخصي، عشان انا كمان بقدم بشكل شبه اسبوعي مجموعه من المحاضرات المجانيه من فضل الله. كويس قوي. انا ما عنديش مشكله، انا فقط اللي نسميه التايم سلوت، لان انا بنشر حاجات كتير لناس كتير غير الحاجات بتاعتنا المتخصصه في الهجره. يعني انا عندي تايم سلوت يوم الخميس من الظهر اللي عندكم 8 باين دي للمحامي. ايوه. مشكلته ان هو وقته مش مظبوط، يعني احيانا ممكن يقول لي 11:30 ممكن يقول لي 12:30 حسب تفرغه. وفرصه ان احنا بناخد محامي مجاني يرد للناس بقى لنا 3 سنين الحمد لله. لا ان شاء الله ان شاء الله يا فندم. شكرا جزيلا مهندس سمير، الله يجزاك خير. مهندس عمر سليم اعتقد كتب لي على الخاص وقلت له انا حاضر، حط لي الرقم وهتواصل معاه ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم، متشكرين جدا لحضرتك وجزاك الله خير. شكرا جزاك الله خير. الله يرضى عليك. شكرا لحضرتك. شكرا. الى اللقاء. الله يبارك جزانا واياك رب. الله يبارك. الله يبارك. اشوفك على خير. والله كل خير. الله يكرمك استاذنا ومعذره صراحه. الله يجزاك خير يا مهندس عمر، انا متشكر. لا لا ابدا ابدا، تحت امرك، متشكر ليك جدا وشكرا لزملائنا في بيم اريبيا. ولو اي حد في اي مكان في اي وقت اي طائم بيكم في اي وقت لاي شيء، وسائل التواصل بفيسبوك على تويتر ميديا، ابحث عن وليد البسيوني بالعربي او بالانجلش وان شاء الله اتواصل معاكم على حسب ما يسمح وقتي باذن الله رب العالمين. انا في النهايه بشكركم شكرا جزيلا واذكركم ونفسي بدعاء فضل المجلس
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكرا جزيلا لكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا مهندس عمر. الله يسلمك.